عايز باقي طلبة تالتة ثانوي سواء الثانوية العامة أو الثانوية الأثرية، أهلا ومرحبا بيكم. ده أول فيديو للمراجعة النهائية أو المراجعة العامة لمادة الفيزياء. أنا حبيت أقدم لكم كل الفيديوهات بتاعة المراجعة بنظام برنامج باوربوينت، على أساس إن برنامج باوربوينت ده ليه ميزات كتير. أول حاجة إن المادة العلمية تبقى معروضة بطريقة منظمة وواضحة. تاني حاجة إن البرنامج ده ممكن يساعدني إن أنا أنزل لكم مثلا صور توضيحية أو حاجات فيديوهات مثلا ممكن توضح أفكار إحنا يعني ممكن ما بنكونش يعني فاهمينها قوي أو مثلا مش مقتنعين بيها زي ما أحيانا بعض الطلبة بتقول. الحاجة التالتة إن برنامج الباوربوينت ممكن يخلي المساحة التخزينية كبيرة أوي، يعني هتشوف الفيديو ده فيه 20 مسألة. وفي المراجعة لازم كده علشان تبقى المراجعة سليمة وحقيقية وتجيب نتيجة لازم تبقى على الأقل من 3 مصادر من المصادر الهامة. أول مصدر اللي هو أسئلة الامتحانات اللي كانت قبل كده سواء الامتحانات الرسمية أو الامتحانات التجريبية اللي احنا بنقول عليها الاسترشادية. تاني حاجة دليل التقويم اللي هو سواء اللي نزلته الوزارة في 2017 أو دليل التقويم القديم. تالت مصدر اللي هو كتاب المدرسة. فدي المصادر اللي أنا إن شاء الله هعتمد عليها في المراجعة علشان تبقى مراجعة في المضمون زي ما بيقولوا أو مراجعة حقيقية. ودي الحاجات طبعا بتاعت الوزارة اللي يعني كده لو احنا استقبلناها ممكن نلم الأفكار والحاجات المهمة اللي موجودة في المنهج. طيب هتمشي ازاي المراجعة؟ المراجعة هتمشي ان احنا هنمسك فصل فصل. طبعا انتوا عارفين الفصول فيها نظري وفيها مسائل. فأنا مثلا الفصل الأول من أول الفصل لغاية نهاية قانون أم للدالة المغلقة همسك الأول المسائل، هلم مع بعض القوانين، هنفكر بعض. طبعا أنا بعتبر نفسي إن أنا جاي كأننا بنذاكر مع بعض، يعني إحنا طبعا تعبنا طول السنة وذاكرنا وحلنا مسائل وحلنا أسئلة، إحنا بنفكر بعض. يعني المراجعة النهائية والعامة هي عبارة عن إن إحنا بنركز على الحاجات، خلي بالك من الحتة دي، أوعى تغلط هنا، لما تيجي مثلا تعوض في المسائل دي ما تعملش كذا اعمل كذا. ده هي المراجعة العامة، يعني إحنا بنفكر بعض زي ما قلت وبنلم المنهج بطريقة بسيطة معتمدين على ال3 مصادر اللي أنا قلت لحضرتكم عليها. فبيمشي إزاي؟ زي ما قلت الفصل الأول، أنا الأول هنا في الفيديو ده هلم المسائل أفكار المسائل. طبعا كلنا عارفين الفصل ده أفكاره كتير، فأنا هلم الأفكار بتاعة المسائل دي إن شاء الله معظمها كده في حوالي 20 مسألة متقسمين على الأفكار أو معظم الأفكار اللي موجودة في الفصل. الفيديو اللي بعد كده هيبقى نظري، كله أسئلة نظري على الفصل الأول. إن شاء الله الفيديو الثالث هيبقى على قوانين كيرشو. فإن شاء الله كده هنبدأ في الجزء الأول النهاردة. أول حاجة في القوانين إن شاء الله اللي هي القوانين اللي بحسب بيها شدة التيار، I تساوي Q على T، NE على T، V على R، V battery على R total زائد R small، VB على R total. طبعا كلنا عارفين I تساوي VB على R total زائد R small، دي صورة من الصيغة الرياضية لقانون أم للدالة المغلقة. طبعا لو R small مهملة يبقى I تساوي V battery على R total. القانون الثاني قانون فرق الجهد. ازاي احسب فرق الجهد؟ طبعا كلنا عارفين V تساوي IR W على Q، V battery ناقص IR small. القانون الثالث اللي هو قانون المقاومة، R تساوي V على I، رو E L على A، رو E
ال على باي ار تربيع. بعد كده قوانين سيجما وقوانين رو اي. طبعا عارفين سيجما التوصيلية ورو اي المقاومة النوعية، وطبعا هما الاثنين عكس بعض، او رو اي تساوي مقلوب سيجما او رو اي تساوي واحد على سيجما. سيجما طبعا تساوي واحد على رو اي ال على ار اي ال على ار باي ار تربيع. رو اي تساوي واحد على سيجما تساوي ار اي على ال، ار باي ار تربيع على ال. بعد كده قوانين القدرة، باور تساوي اي بي، اي تربيع ار، بي تربيع على ار، دبليو على تي. وطبعا خلي بالكم ممكن في المسألة ما يقولش القدرة، يقول معدل الطاقة. طبعا لازم تبقوا فاهمين او افكركم ان فيه القدرة الكهربية المستنفذة والطاقة الكهربية المستنفذة ومعدل الطاقة الكهربية المستنفذة. احيانا في المسألة ما يقولش هات القدرة، يقول لي هات معدل الطاقة. هنا معدل الطاقة يبقى هو عايز القدرة. بعد كده قوانين الطاقة، W بتساوي باور في T. طبعا هتبصوا زي ما انتم عارفين كل قوانين الطاقة هي عبارة عن قوانين القدرة مضروبة في الزمن. فالطاقة اللي هي W بتساوي باور في T في تربيع على R في T، I تربيع R في T، I V في T. بعد كده الصور الثانية اللي هي أو الصيغة الرياضية الثانية اللي هي لقانون أوم للدارة المغلقة، V battery تساوي I R total زائد R small، أو تساوي V زائد I R small، أو تساوي I R total لو في حالة R small مهملة. يبقى كده خلي بالكم عايزين نراجع على الصور بتاعة قانون أوم للدارة المغلقة. أول صورة I تساوي V battery على R total زائد R small، ممكن تبقى V battery على R total بس، ممكن تبقى على صورة V تساوي V battery ناقص I R small، ممكن تبقى V battery تساوي I في R total زائد R small، أو تساوي V زائد I R زائد أو تساوي I R total. بعد كده هنشوف قانون يعني للعلم كده، لما تكون الشحنة موجودة في مسار دائري أو تتحرك في مسار دائري يبقى القانون هيكون I تساوي Q على T كابيتال، طبعا T كابيتال هي الزمن الدوري، أو I تساوي NE على T. طبعا واحد على T اللي هو مقلوب الزمن الدوري يساوي التردد اللي احنا بنرمز له هنا في الوحدة دي اللي هي الوحدة الأولى بالرمز F. يبقى هنا I تساوي Q في F، NE في F، أو E في F. طبعا كلنا عارفين E بس يعني شحنة إلكترون، NE يعني عدد الإلكترونات في شحنة الإلكترون الواحد، وQ لما تكون الشحنة مديهاني في المسألة جاهزة. بعد كده نشوف قوانين النسبة، يعني لما أجيب نسبة بين R1 و R2، أقول R1 على R2 تساوي رو E1 على رو E2، L1 على L2، A2 على A1. طبعا كلنا عارفين القوانين بتاعة المقاومة اللي هي بتربط ما بين المقاومة والعوامل التي تتوقف عليها المقاومة. تاني حاجة في القانون ده، أنا عارف إن مساحة مقطع الموصل بتبقى على شكل دايرة، علشان كده مساحة المقطع بتبقى ايه هي مساحة الدايرة. المفروض ان انا بقول ايه تساوي باي ار تربيع، بس انا هنا طبعا شلت الباي فوق وتحت، اصبح القانون ار واحد على ار اتنين بيساوي رو اي واحد على رو اتنين، ال واحد على ال اتنين، ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. كان القانون اللي هو النسبة ما بين رو اي واحد ورو اتنين، طبعا رو اي تساوي ار اي على ال، يبقى رو اي واحد ورو اي اتنين لموصلين مختلفين في نوع المادة تساوي ار واحد على ار اتنين، ال واحد على اتنين، ال اتنين على ال واحد. ممكن اقولها بطريقة تاني، اقول ار واحد على ار اتنين تساوي ار واحد تربيع على ار اتنين تربيع، ال اتنين على ال واحد.
القوانين لو انا هجيب النسبة بين معامل التوصيل، طبعا خلي بالكوا التوصيلية لها اسم تاني، ممكن نقول معامل التوصيل الكهربي لمادة الموصل، يبقى التوصيلية او معامل التوصيل زي ما قلنا زي القدرة، ممكن يقول لي القدرة، ممكن يقول لي معدل الطاقة المستنفذة. فسيجما هنا سيجما 1 على سيجما 2 هتبقى ايه؟ ال 1 على ال 2، ار 2 على ار 1، ايه 2 على ايه 1، ال 1 على ال 2، ار 2 تربيع على ار 1 تربيع، او الاول معلش انا اسف، ال 1 على ال 2، ار 2 على ار 1، ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. بعد كده قوانين إعادة التشكيل، معلش هو يعني هقف فيها شوية لأن طبعا في مسائل اللي هي مسائل إعادة التشكيل، عايزين بس إيه نراجع حاجات ونثبت حاجات كده إيه ممكن يكون حد مثلا مش واخد باله منها أو نسيها. في مسائل إعادة التشكيل لازم أخد بالي إن هنا الحجم ثابت، وطالما الحجم ثابت يبقى هنا هقول إن فوليوم 1 تساوي فوليوم 2، طبعا فوليوم أو الحجم هنا للسلك أو لأي شكل مثلا زي أسطوانة أو مثلا أي شكل، بيبقى إيه إن أنا بجيب الحجم، ممكن مثلا لو متوازي مستطيلات بقول الطول في العرض في الارتفاع، لو أسطوانة بقول مساحة القاعدة في الارتفاع. هنا احنا عاملينها على اعتبار ان معظم مسائل التشكيل بتيجي للسلك، والسلك يعتبر جسم اسطوان الشكل، فبقول ان الفوليوم يساوي ال في A مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هو مساحة القاعدة في الطول. يبقى فوليوم 1 يساوي فوليوم 2، يبقى ال 1 A 1 يساوي ال 2 A 2، وطبعا هتبقى زي ما قلنا فوق ان انا بشيل الباي، يبقى ال 1 ار 1 تربيع بيساوي ال 2 ار 2 تربيع. وطبعا لو عملتها نسبة تبقى ال 1 على ال 2 اي 2 على اي 1، وهنا ال 1 على ال 2 هتساوي ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. تعال نشوف كده، لو هو عايزني اجيب النسبة بين المقاومة الاولى والمقاومة الثانية، المفروض بقول ان ار 1 على ار 2 بيساوي ال 1 على ال 2 اي 2 على اي 1، أو ممكن أقولها بطريقة تانية، أقول ال 1 على ال 2 ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. هنا ناخد بالنا بقى من حاجة مهمة، أحيانا لما يجيب المسألة يقول لي سحبنا السلك فزاد الطول للضعف، احسب النسبة بين مقاومة الموصل قبل التشكيل وبعد التشكيل. طبعا هنا المفروض من القوانين اللي احنا شفناها أو اتعاملنا معاها طول السنة إن مساحة المقطع تتناسب تناسبا عكسيا هنا مع الطول، يعني لو الطول زاد مساحة المقطع بتقل والعكس صحيح. هو هنا لما بيجيب لي المسألة ما بيقوليش إيه اللي حصل للمساحة، يقول لي مثلا زاد الطول قل الطول وخلاص. أنا المفروض أعرف إن اللي بيحصل للطول بيحصل عكسه للمساحة. أحيانا لما تيجي مسألة زي كده بشوف طلبة يقولوا إيه؟ ار 1 على ار 2 بيساوي ال 1 على ال 2، طبعا ده مش مظبوط. فعلشان انا ما اغلطش او ما اقولش او اقول طيب هي المساحه حصل لها ايه وطب هجيبها ازاي، انا ممكن اعمل حاجه بسيطه خالص. انا فوق هنا شايف ان ال 1 على ال 2 بيساوي اي 2 على اي 1 بيساوي ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ بدل ما اقول ار 1 على ار 2 تساوي ال 1 على ال 2 اي 2 على اي 1، انا ممكن اشيل مثلا اي 2 على اي 1. ده امتى؟ لو هو قال لي الطول زاد، سحبت سلك بانتظام فحصل ان طوله زاد بالضعف، اقول له بس انا ممكن اقول ار 1 على ار 2 تساوي ال 1 تربيع على ال 2 تربيع. يبقى ما ينفعش اقول ار 1 على ار 2 تساوي ال 1 على ال 2، لا، لو انا عايز اقول ال اقول ال 1 تربيع على ال 2 تربيع. ممكن اقولها بطريقه ثانيه، اقول ار 1 على ار 2 تساوي اي 2 تربيع على اي 1 تربيع. يبقى انا في القانون الاول شلت اي 2 على اي 1، حطيت مكانها ال 1 على ال 2. في القانون الثاني شلت ال 1 على ال 2، حطيت مكانها اي 2 على اي 1. ما
بقيت بدل ما اقول اي لواحد على الاثنين اثنين عليه واحد، قلت اثنين تربيع لاي واحد تربيع. ممكن كمان لو هو غير لي نص القطر اقول ايه، ار اتنين اس اربعة على ار واحد اس اربعة، دي جت منين؟ طبعا في القانون انا بقول ال واحد على الاثنين ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. طب لو انا شلت ال واحد على الاثنين احط مكانه ايه؟ بحط مكانه ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. يبقى انا ممكن اقول ار اتنين اس اربعة على ار واحد اس اربعة. يعني علشان ما اطولش عليكم، في مسائل إعادة النسبة لإعادة التشكيل لما أجي أجيب النسبة يستحسن إن أنا أستخدم حاجة واحدة بس اللي هو بيقول لي عليها في المسألة، ما أقعدش أتعب نفسي وأدور على إيه اللي حصل للمساحة، طب لو اتغيرت المساحة إيه اللي حصل للطول، وأحاول أكتب القوانين ويا ريت تحفظوهم بالصورة اللي أنا هقولها دلوقتي. أقول إيه؟ آر واحد على آر اتنين تساوي ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، او ايه اتنين تربيع على ايه واحد تربيع، او ار اتنين اس اربعة على ار واحد اس اربعة. او طبعا انا استخدم الصورة الاولى اللي هي ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع لما يقول لي طول زاد، اقول له خلاص يبقى كده ايه، اشتغل بالصيغة دي. لو اتغيرت المساحة اشتغل بالصورة اللي فيها المساحة بس، لو اتغير نص القطر اشتغل الصورة اللي فيها نص القطر بس، بس أخد بالي هعمل إيه وما أعملش الحاجة من غير تربيع زي ما قلنا. يلا كده ندخل على المسائل. ده المثال الأول، وزي ما قلنا احنا هنعتمد على الثلاث مصادر اللي قلت عليهم. يعني مثلا المثال ده موجود في الكتاب بتاع المدرسة، في آخر الكتاب بتاع المدرسة. بيقول ايه السؤال؟ بيقول تتصل محطة لتوليد الكهرباء بمصنع يبعد عنها مسافة 2.5 كيلومتر بسلكين، فإذا كان فرق الجهد بين طرفي السلكين عند المحطة 240 فولت وبين طرفي السلكين عند المصنع 220 فولت، وكان المصنع يستخدم تيارا شدته 80 أمبير، احسب مقاومة المتر الواحد من السلك نص قطر مقطع السلك. إذا علمت أن المقاومة النوعية لمادة السلك تساوي، والرقم ده وباي تساوي 3.14. طبعا علشان المسألة دي تبقى قريبة من دماغنا، لو حد مثلا ما شافهاش أو محلهاش قبل كده، أنا زي ما قلت لكم في الأول، يعني أحيانا لما تبقى في حاجات التصور بتاعها بيبقى صعب شوية أو الواحد مش قادر يتخيل الموضوع إيه، نزل لكم صورة إيه. طبعا الشكل ده كلنا ممكن نشوفه إحنا مسافرين مثلا على طريق صحراوي ولا حاجة، دي اسمها أبراج الجهد الكهربي العالي أو أبراج الضغط الكهربي العالي. والأبراج دي طبعا إحنا سمعنا عنها لما خدنا الفصل الثاني في سؤال بيقول وكان جه في امتحان قبل كده، يجب عدم بناء، علل يجب عدم بناء المساكن بالقرب من الأبراج الضغط الكهرباء العالي أو الجهد الكهرباء العالي. طبعا السؤال ده أنا بقوله كده علشان أفكركم بس اللي هي دي أبراج الجهد الكهرباء العالي. لو أنا بصيت في الشكل ده هلاقي كل سلكين قريبين من بعض، وطبعا كل سلكين قريبين من بعض احنا بنقول عليهم خط النقل. فهو في المسألة بيقول ان المحطة والمصنع مربوطين مع بعض بسلكين، وبين المصنع وبين المحطة مسافة مقدارها 2.5 كيلو. طب يبقى انا عايز سلك طوله كام؟ عايز سلك طوله 5 كيلو. وطبعا الكيلومتر وحدة مش دولية، فلازم أحول الكيلومتر إلى متر، فالخمسة كيلو أضربهم في 1000، يبقى أنا كده عايز سلك طوله 5000 متر، أقسمه على أساس كل سلك هيبقى طوله هو المسافة اللي بين المصنع والمحطة. طيب تعال نشوف كده كمان إيه فرق الجهد. بيقول لي فرق الجهد بين طرفي السلك عند المحطة 240 فولت. فرق الجهد بين طرفي السلك عند المحطة ممكن أقول عليه جهد المحطة، زي لما كنا بنحل مسائل على المحاور كنا بنقول إيه جهد الملف الثانوي، جهد الملف الابتدائي.
فالسلك ده اللي قدامي عند المحطة هيبقى فرق الجهد بين الطرفين بتوعه 240، وفرق الجهد بين الطرفين بتوعه عند المصنع 220. طب لو أنا طرحت 240 ناقص 220، يبقى أنا بجيب فرق الجهد عند خط النقل. تعال نشوف كده المسألة الحل هيبقى إزاي. أول حاجة بجيب الطول، الطول كله 2 × 2.5 يبقى 5 كيلو في 1000، يبقى أنا عندي دلوقتي السلك طوله 5000. بعد كده بجيب فرق الجهد للسلك كله اللي هو 240 ناقص 220، يبقى فرق الجهد لسلك خط النقل 20 فولت. بعد كده بجيب المقاومة الكلية. طبعا احنا بنعتبر ان التيار اللي وصل للمحط المصنع اللي شغل المصنع هو التيار اللي كان بيمر في السلك او اللي قدر يوصله السلك. هجيب ار توتال، ار توتال بيساوي في على اي، يبقى 20 على 80، يبقى كده المقاومة الكلية للسلك ربع اوم. هو طبعا مش عايز المقاومة الكلية، وعايز مقاومة المتر الواحد. تعال نشوف مقاومة المتر الواحد. هقسم طبعا المقاومة الكلية على الطول الكلي، هتطلع مقاومة المتر الواحد 5 × 10^5 أوم لكل متر. هنا عايزين نص القطر، طبعا هجيبه من القانون سواء قانون رو اي او قانون ار. لو انا بصيت مثلا رو اي، رو اي تساوي ار اي على ال، ار باي ار تربيع على ال، فار هنا تساوي جذر التربيع رو اي ال على ار باي. هنا خلي بالكم يعني اركز على حاجة هنا لازم ايه ناخد بالنا منها، ان انا لو جيت اعوض لازم اخد بالي في التعويض. لو انا عوضت مثلا بالطول كله اللي هو 5000 متر، يبقى لازم احط مكان المقاومة قيمة الايه المقاومة كلها اللي هي ربع اوم. طب لو انا عوضت عن السلك او عن ال اقصد بمتر واحد، خلاص احط مقاومة المتر ايه الواحد واضرب هيطلع الرقم اللي قدامنا 1/100 متر. دي المسألة الثانية، مسألة إعادة التشكيل موجودة في النماذج القديمة. بيقول لي لديك سلك معدني مقطعه منتظم دائري، إذا صحب السلك بانتظام ليصبح قطره الجديد. خلي بالكوا طبعا أي مسألة فيها عايز النسبة لازم أخد بالي من الكلام، والمفروض بيبقى معايا قلم رصاص كده وأقعد إيه أطلع البيانات أو أكتب فوق كل حاجة. يعني لما يقول لي قطره اقول له 2 ار، طب نص قطر اقول له ار واترجمها صح. يعني مثلا هنا بيقول لي ايه ليصبح قطره الجديد معادلا لنص قطره الاصلي. طيب ايه ده الكلام ده؟ معناها ان 2 ار 2 تساوي ار 1 بس بكل بساطة. يعني القطر بعد التشكيل بقى قد نص القطر اللي قبل التشكيل. هو عايز النسبة بين الطولين والنسبة بين مقاومتي السلك قبل وبعد السحب. طبعا هنا أول حاجة لازم أكتب أقول 2 ار 2 تساوي ار 1 زي ما قلت. قطر السلك بعد التشكيل يساوي نص قطر مقطع السلك، او لو هقول ايه قطر مقطع السلك عشان يبقى الكلام مظبوط، قطر مقطع السلك بعد التشكيل يساوي نص قطر مقطع السلك قبل ايه قبل التشكيل. طبعا القوانين اللي احنا قلنا عليها الحجمين هم متساويين، هفك الحجم الاول يبقى ال 1 باي ار تربيع، والحجم الثاني ال 2 باي ار 2 تربيع. طبعا هعملها نسبة لو عايز النسبة بين الطولين، يبقى ال 1 على ال 2 ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. وهنا ناخد بالنا من حاجة، المفروض ان انا لما اجي اعوض اعوض عن ار 1 تربيع. طبعا ار 1 تربيع هتساوي 4 ار 2 تربيع. احيانا بعض الشباب
سهوا او يا مثلا ما يكونش مركز يعملها ازاي. يقول لك انا هشيل ار واحد تربيع واحط اتنين ار اتنين تربيع. لا، تاخد بالك لما هتربع تربع الطرفين علشان ما تطلعش النتيجة غلط. فيطلع هنا لو عوضنا عن ار واحد تربيع باربعة ار اتنين تربيع هيطلع النسبة او هتطلع النسبة بربع. بعد كده عايز ار واحد على ار اتنين، طبعا زي ما اتفقنا على طول هقول له ايه، ار واحد على ار اتنين بتساوي ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع تساوي واحد على 16. تعال نشوف المسألة الثالثة. المسألة الثالثة دي موجودة في الكتاب بتاع المدرسة في الآخر كده، في المسائل والأسئلة اللي قلت لكم عليها اللي هي موجودة في آخر الكتاب. بيقول لي سلك منتظم المقطع يمر به تيار شدات 1/10 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1.2 فولت. فإذا تم تشكيله على أي مربع مغلق ABCD احسب المقاومة المكافئة للسلك. يبقى خلي بالكم عشان تبقوا ايه فاهمين احنا بنعمل ايه. احنا خدنا مسألة على خط النقل وازاي اجيب نص قطر مقطع الموصل، بعد كده خدنا مسألة على إعادة التشكيل، بعد كده هناخد مسألة على ايه التوصيل على التوالي وعلى التوازي. فهو هنا هنشوف هو عايز ايه، عايز المقاومة المكافئة للسلك اذا وصل المصدر بالنقطتين A و C وإذا وصل المصدر بالنقطتين A و D. طبعا علشان أكمل المسألة لازم الأول أجيب مقاومة السلك كله، إن أنا هقسم فرق الجهد على شدة إيه التيار. طبعا هنا جبت أهو المقاومة كلها قبل ما أشكله على شكل مربع وأقول R total بيساوي V على I، يبقى طلعت المقاومة الكلية بكام؟ 12 أوم. طبعا زي ما انتم عارفين ان المقاومة بتتناسب تناسبا طرديا مع الطول. طيب المربع ده اضلاعه متساوية في الطول يبقى تبقى متساوية في المقاومة، ولذلك كل الاضلاع تبقى شبه بعض في المقاومة. وهنا افكركم بسؤال او سؤالين تعليل عشان بس ايه لو حد نسيهم. في سؤال بيقول لي ايه، علل اضلاع المكعب لها نفس المقاومة بينما أضلاع متساوي المتوازي المستطيلات غير متساوية في المقاومة. أقول له آه، ما هو المكعب أضلاع متساوية في الطول يبقى لها نفس المقاومة، أما متوازي المستطيلات فأضلاع مختلفة في الطول يبقى تبقى مختلفة إيه في المقاومة. في سؤال تاني مرتبط بالكلام ده يقول لي علل يمكن استخدام المكعب كمقاومة ثابتة ولكن يستخدم متوازي المستطيلات كمقاومة متغيرة. أقول له آه، لو التيار دخل من أي وجه من أوجه المكعب هيعاني نفس المقاومة. طبعا كلنا عارفين المقاومة الكهربية هي الممانعة التي يلقاها التيار أثناء مروره في الموصل. فهنا لما هيدخل التيار الكهربي في الموصل اللي هو على شكل مكعب هيقابل نفس الإيه؟ نفس المقاومة. لكن في حالة المتوازي لا، هنا مساحة المقطع أو مساحة الأوجه مختلفة، فلو تغير الوجه اللي يدخل منه التيار هتتغير المقاومة التي يعانيها أو يقابلها التيار هو ماشي في المسار، لأن كده شكل المسار إيه هيتغير. تعال نشوف الحالة الأولى. طبعا هنا لازم لما أرسم الرسمة دي المفروض إن أنا بمشي بنظام الرياضة A B C D، يعني أمشي كده إيه ورا بعض كده حسب الكلام اللي هو بيقوله لي. طيب هنا لما أجي أبص على الرسم هلاقي التيار هيدخل في فرعين كل فرع مقاومته 6 أوم، يعني A B C عبارة عن مقاومة كده بقت 6 أوم. وطبعا AB مع BC كلنا عارفين إنه متوالي مع بعض، لكن AD مع DC توالي برضه، بس إيه
هما الاتنين مع بعض توازي، يعني لو بصيت في المسار ABC هيبقى 6 أوم، والمسار ADC 6 أوم، يبقى كده هما الاتنين توازي، يبقى واحدة منهم على عددهم، يبقى المقاومة المكافئة كده تبقى كام؟ هتبقى 3 أوم. وده الكلام اهو جنب الرسم. الحالة التانية لو انا وصلت المصدر بين A و B، طبعا الاختلاف اللي هيحصل ان هنا التيار هيدخل في 3 مقاومات هيعملوا فرع واحد، والمقاومة الرابعة تبقى في الفرع التاني. يبقى انا عندي كده المسار اللي هو ABCD ده في 9 أوم، وهنا الفرع اللي هو AD ده هيبقى 3 أوم، وطبعا التلاتة مع التسعة توازي، يبقى حاصل ضربهم على مجموعهم، يبقى كده 3 في 9 على 3 زائد 9 تطلع 2.25 أوم. تعالى نشوف بقى مسألة دي موجودة في النماذج القديمة. بيقول في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل احسب شدة التيار الكهربي الكلي المار فيها. طبعا هنا تعتبر هي مسألة فيها توصيل توازي وتوالي زي الفكرة اللي قبل كده، وبعدين طبعا زادت عليها ان انا هجيب ايه شدة التيار الكلي. لما اجي اوزع التيار طبعا خلي بالكوا هتشوف ان انا في المسألة حاطط الرسمة من غير توزيع التيار، علشان كده المفروض ان احنا لما نشوف الفيديو الواحد بيبقى معاه كشكول كده وقعد يوزع ويشوف التيار هيعمل ايه، ومين مع مين توالي ومين مع مين توازي، وبعدين يشوف الحل هيطلع يشوف بقى ايه اللي عمله هو زي الحل ولا لا، او يسمع الحل ويشوف اللي عمله هو. لو انا مشيت مع التيار هلاقي طبعا انتوا عارفين السلك ده احنا بنقول عليه سلك مهمل للمقاومة، اللي هو السلك ده اللي مفهوش مقاومة. لو انا جيت وزعت التيار هلاقي التيار هيدخل عند الاثنين، وبعدين هيمشي في السلك مهمل للمقاومة، هيجي عند الستة، جزء منه يدخل عند الستة وجزء يدخل عند ال14 أوم. تيار الستة وتيار الاثنين هيمشوا مع بعض، وبعدين هيروح يدخلوا عند المقاومة 2، كده أصبح 2 و6 توازي، و2 و6 مع 2 توالي. طبعا 2 و6 توازي، يبقى 2 في 6 على 2 زائد 6 تطلع ب1.5. بعد كده 1.5 مع 2 هيبقى 3.5، 3.5 مع 14 توازي. في حاجة ظريفة، أنا ممكن ألغي السلك ده مهمل المقاومة، وبعدين اخد الطرف ده اللي تحت كده اشده كده اروح الزقه في النقطة اللي فوق، يعني النقطة اللي هنا اللي بين ال14 وال6 اخدها كده اروح الزقها فوق. فلو انا مش قادر يعني افهم او موضوع توزيع التيار، لو انا شديت النقطة دي وديتها فوق خلاص هفهم ان ال2 وال6 دول توازي. او ممكن استخدم اللي مننا اشتغل بطريقة النقط، ممكن اعملها بطريقة النقط. فعارفين اللي طبعا استخدم طريقة النقط لما يكون سلك مهمل المقاومة فالطرفين بتوعه بديهم نفس الرقم، على أساس إن بعتبر الطرفين بتوعه كأنهم إيه نقطة واحدة. تعالوا نشوف كده الحل. طبعا في الحل دايما زي ما تشوفوا معايا أنا بعمل إعادة للرسم اللي هو مدهاني، يعني انا من حقي كطالب ان انا اعمل اعادة تشكيل او يعني رسمة بسيطة كده لايه للرسمة الاصلية، بس طبعا لازم اخد في الاعتبار ان انا مقدرش اغير في التوصيلة بتاعت الرسمة، يعني ما ينفعش التوازي اعمله توالي او العكس، لا انا بحتفظ بالشكل الاساسي من حيث موقع كل مقاومة بالنسبة للتانية، بس انا بغير شكله على اساس ايه اقدر بعينيا كده اقدر اجيب المقاومة. طبعا لو بصينا على القوانين زي ما قلنا هيبقى 2 في 6 على 2 زائد 6، وبعدين هضيف عليهم الاثنين هيبقوا 3.5، بعد كده 3.5 مع 14 حاصل ضربهم على مجموعهم هيبقى 2.8. طبعا دي اسمها ايه المقاومة المكافئة الخارجية. هو عايز التيار الكلي، خلاص هستخدم قانون اوم للدائرة المغلقة، يبقى I بيساوي V باتري على R توتال زائد R سمول.
هعوض هيطلع التيار الكل اللي هو عايزه 3 امبير. تعال نشوف مسألة دي جت في امتحان قبل كده. المسألة هنا زي ما احنا ماشيين، طبعا هنا اختزال مقاومات، بس هيزيد عليها ان انا هجيب فرق الجهد بين نقطتين. طبعا المسألة دي احيانا لما حد يبص فيها بيبص بكده على الرسمة ويقول على المقاومات دي كلها انها متوصلة توازي مع بعض، يعني ياخدها بالشكل الهندسي يقول لك هم توازي، هم يبقى توازي. طبعا كلنا عارفين ان انا قبل ما اقول توازي وتوالي لازم اوزع التيار، اذا التيار تجزأ يبقى الفروع دي توازي، اذا التيار مر واخر يعني خد مسار واحد يبقى المقاومات دي مع بعض توالي. فلو انا مسكت التيار ووزعته هلاقي ان التيار هيخرج من القطب الموجب هيجي عند نقطة التفرع اللي قبل النقطة اللي مكتوب عليها بي، التيار هيدخل بثلاث فروع، اصبح كده التلات فروع دول متوصلين توازي علشان اتقسم عليهم التيار. لو انا مشيت كده بالتيار هلاقي نقطة التفرع اللي بعد نقطة A التيار هيتجمع، يبقى انا كده فهمت ايه؟ فهمت ان المقاومة 10 و5 و10 اللي تحت دول توازي مع بعض، فاقدر اجيب قيمتهم زي ما احنا عارفين. ممكن اقول ايه 1 على 10 زائد 1 على 5 زائد 1 على 10، هيطلع قيمتهم 2 على 5، اقلب الرقم وعلشان اجيب r للجزء ده هتطلع r ب2.5. لو انا بقى ركزت هنا التيار هيمر كله في 2.5، يعني 2.5 معهم توالي مش توازي، ولاقي في الاخر المقاومة المكافئة هتطلع 5. طبعا جبت المقاومة المكافئة اقدر اجيب التيار، التيار يطلع ب3. طيب فرق الجهد ده هجيبه ازاي؟ لو انا بصيت على النقطتين A و B هلاقي هنا A و B ممكن اجيب عندهم المقاومة المكافئة، هتطلع المقاومة المكافئة زي ما قلنا 2.5. طبعا خلي بالكم يعني قاعدة ياريت تاخدوا بالكم منها، لما يقول لي هات فرق الجهد بين نقطتين بعمل ايه؟ اسهل حاجة ان انا بجيب المقاومة الكلية بين النقطتين دول واضربهم في التيار الكلي. يلا نشوف الحل كده. زي ما قلت لكم في كل رسمة بعمل لكم رسمة بسيطة كده بعد الاختزال، يعني بعد ما اختزل المقاومات، وطبعا المفروض في الاختزال انا بختزل من الطرف البعيد عن البطارية واخد كده المقاومات كده اقص فيهم لغاية لما اوصل للبطارية. فهنا لو انا اختزلت المقاومات ممكن ارسم الشكل بالصورة اللي احنا شايفينها، هيبقى المقاومة اللي بين A و B 2.5. طبعا لو انا وزعت التيار زي ما حضراتكم شايفين هتلاقي المقاومة هنا كلها 5. طبعا اقدر اجيب التيار، وهنا في حتة مهمة لما اجيب التيار لازم اخد بالي هي المقاومة مهملة ولا لا. هنا المقاومة مهملة يبقى التيار بيساوي بيبدل على R2 يبقى التيار ب3، وزي ما قلنا هجيب فرق الجهد، انا هضرب التيار الكلي في المقاومة الكلية. المسألة اللي بعد كده دي مسألة جت في امتحان. هنا بقى ندخل في فكرة تاني، يعني هجيب المقاومة المكافئة زي المسألة اللي قبل كده، بس ايه هنا هجيب التيار. يبقى خلي بالكم احنا عملنا ايه، احنا خدنا الاول مسألة على خط نقل الكهرباء وجبنا مقاومة المتر الواحد وجبنا نص قطر مقطع السلك، بعد كده خدنا مسألة على مسألة عادة التشكيل شغالين في التوازي والتوالي، بس كل شوية بناخد فكرة جديدة. الأول جبنا المقاومة المكافئة وحسبنا شدة التيار الكلي، بعد كده جبنا المقاومة المكافئة وحسبنا شدة التيار الكلي وحسبنا فرق الجهد. هنا هنبدأ إيه ندخل فكرة تاني، إن أنا إزاي أحسب شدة التيار في أي مقاومة. طبعا لو جيت أوزع التيار، التيار هيجي من القطب الموجب هيمشي عند المقاومة 6، طبعا هيكمل 8 وهيلف علشان يدخل من القطب السالب، باقي التيار هيمشي في السلك اللي هو مهمل المقاومة هيجي عند 3
جزء منه يدخل عند الثلاثة والجزء الثاني هيروح عند 10، أصبح كده 6 و3 توازي، وهما الاثنين مع 8 هتبقى إيه؟ توالي. 6 و3 كلنا عارفين حاصل ضربهم على مجموعهم بيساوي 2، الاثنين مع 8 10، يبقى أصبح دلوقتي عندي فرعين كل فرع مقاومته 10 أوم. طبعا أقدر أجيب المقاومة المكافئة واحدة منهم على عددهم، يبقى المقاومة المكافئة بـ5، يبقى أنا كده جبت المقاومة المكافئة. طبعا مع هنا التيار علشان أجيبه هقول بي باتري على ار توتال لأن ار اسمه المهملة، بعد كده هجيب التيار الكل. زي ما اتعودنا ادي رسم اهو علشان افهم الموضوع ايه. طبعا الرسم ده لما ارسمه بالصورة دي هقدر علشان اجيب التيار في 6 افهم بس امشي ازاي. خلي بالكم اللي كلنا عارفين لما اجي اوزع التيار لو فرعين ليهم نفس المقاومة بقسم عليهم التيار بالتساوي، طب لو فرعين مختلفين؟ تعالوا عايزين نشوف حاجة مهمة قوي، لما يكون الفرعين قيمتهم مختلفة في المقاومة عايز أجيب التيار، المفروض إن أنا لما أحل مسألة بكتب قوانين وأعوض علشان أطلع النتائج، ما ينفعش أجيب التيارين في الفرعين كده بمجرد النظر. أجيب لو عندي تيارات عايز أجيبها بمجرد النظر الكلام ده لما تبقى يعني سؤال اختر، لكن في المسائل لازم أكتب قوانين. فهنا لو بصيت التيار الكلي زي ما هنشوف دلوقتي من الحل اهو، التيار الكلي طلع 2 زي ما قلنا. لما اجي امشي مع التيار الفرع فوق هياخد 1 امبير والفرع اللي تحت هياخد 1 امبير. طبعا الـ1 امبير لما يجي عند 6 و3 هيتقسم. المفروض ان انا علشان اجيب التيار في 6 او 3 انا عندي مقاومة وعايز لها التيار، يبقى ناقص لي فرق الجهد، فهجيب فرق الجهد الكلي على اعتبار ان في التوازي بـ1 تساوي بـ2 تساوي بـ توتال. فأنا لو جبت فرق الجهد الكلي يبقى كده جبت فرق الجهد عند أي فرع. طيب هو هنا 6 و3 مقاومتهم كام؟ 2 أوم. يبقى هضرب 2 أوم في 1 أمبير، يبقى كده فرق الجهد عند 6 2 فولت، عند 3 2 فولت. لو أنا عايز التيار عند 6 هقسم 2 على 6، لو عايز التيار عند 3 هقسم 2 على 3. زي ما اتعودنا انا راسم الرسم تاني علشان بس اقول لكم على قانون كده هينفعنا يعني في حالة الايه ان انا عايز اجيب تيار في اي فرع، تيار اي فرع والتيار المار في اي فرع. خلينا نحفظ القانون ده، اللي حافظه وحافظه او اللي شافه قبل كده، اللي مش حافظه او ما شافوش قبل كده في ده القانون ده يساعدني قوي في ان انا اجيب التيار في اي فرع. هتقول لي ليه؟ احيانا بيبقى الفرع فيه مقاومه واحيانا يبقى فيه اكتر من مقاومه، فانا دايما احط في دماغي كده ان انا بجيب فرق الجهد الكلي، ففرق الجهد الكلي بتاع الفرع كله، يبقى لازم كده اقول ايه ان التيار المار في اي فرع يساوي فرق الجهد الكلي عند الفرع على مقاومه الفرع. يعني مثلا لو الفرع ده فيه 3 مقاومات وانا عايز اجيب التيار في مقاومه من الـ3، ما ينفعش اجيب فرق الجهد الكلي وأقسمه على مقاومة واحدة من الـ3، لا لازم أقسم على فرق الإيه الجهد الكلي، يبقى أقسمه على الفرع كله. فهنا لما أجي أقسم فرق الجهد الكلي على 6 هيطلع هنا التيار المار في 6 تلت أمبير. طبعا هنا زي ما قلنا أنا راسم أهو وموضح إيه التيارات، ويعني العملية بسيطة خالص. تعالى نشوف المسألة دي، نفس الحكاية زي مسألة رقم 6 بس هي ايه فيها كذا مقاومة عايزين نشوف فيهم التيار، وطبعا دي جت في امتحان قبل كده بس انا غيرت الشكل او المطلوب اللي هو في ب على اساس بس ايه يعني اثبت لكم او ارجع لكم الفكرة اللي هي ازاي اجيب التيار في اي مقاومة
سواء هي موجودة في فرع بمفردها أو موجودة مع مقاومات تاني في الفرع. لما أجي أبص للرسم ده، طبعا هو بيقول إيه في الدائرة الكهربية الموضحة بالرسم، إذا كان فرق الجهد VAB يساوي 200 فولت، طبعا هو عايز يقول إن في مصدر بين A و B، هو مش رسمه، فخلاص يعتبر الـ200 دول هما فرق الجهد الكلي أو هما القوة الدافعة للمصدر. لو أنا مشيت مع التيار واعتبرت مثلا نقطة A هي المدخل بتاع التيار، يبقى التيار هيمشي، هيجي عند C هيحصل له إيه؟ جزء منه هيدخل في الفرع اللي هو CF، والجزء الثاني هيمشي من C ل D ل E ل F. أصبح دلوقتي لو أنا مشيت مع التيار هلاقي المقاومة اللي هي 40 و20 و40 كلهم مع بعض توالي، يبقى الفرع ده مقاومته كام؟ مقاومته 100. وطبعا زي ما انتوا عارفين لما اجي اختزل الدايرة بمشي من ابعد نقطة للبطارية، يعني كده ببدأ الاختزال من النقطة او من الطرف البعيد. طيب يبقى كده ابعد طرف اللي هو انا هجمع 3 مقاومات طلعوا 100. طب 100 مع 25، 100 مع 25 توازي بحصل ضربهم على مجموعهم، هيحصل ايه؟ ان المقاومة اللي بين سي اف تطلع في 20. لو انا رسمت رسم تاني وحطيت المقاومة، يعني شلت الـ4 مقاومات دول وحطيت مقاومة بين سي اف ووزعت التيار تاني، هلاقي ان التيار هيمشي من سي من اي معلش انا اسف من اي لسي لاف لبي، التيار هيمشي كده اي سي اف بي، هيبقى الـ3 مقاومات دول كلهم توالي. طيب يبقى 40 و20 و40، يبقى كده المقاومة المكافئة كام؟ كده بقت 100. يبقى تاني أقول لو أنا مشيت كده في الاختزال من الطرف البعيد ألاقي الـ3 مقاومات اللي هما الـ40 والـ20 والـ40 توالي، يبقى دي 100 مع الـ25 توازي، حصل ضربهم على مجموعهم أصبح قيمتهم كلهم 20، الـ20 مع الـ40 والـ40 توالي، يبقى هلاقي المقاومة المكافئة كام؟ كده تبقى إيه؟ تبقى 100. طبعا فرق الجهد الكلي 200، هطلع التيار بـ2 أمبير، ودي حاجة سهلة. تعالوا بقى نشوف المطلوب التاني، بيقول لي ايه؟ هات شدة التيار الكهربي المار في كل من المقاومات R6 وR5 وR3. انا هنا يعني حطيت لكم مقاومات مختلفة، يعني في مقاومة اهي هي R6 هيمر فيها التيار كله، وبعدين في مقاومة عاملة فرع، وزي ما قلنا في مقاومة في يعني مشتركة مع مقاومة تانية في الفرع. هتقول لي طيب لو أنا دلوقتي جبت التيار الكلي، إيه الفرق بين الـ3 مقاومات دول؟ أول حاجة R6 هيمر فيها كل التيار، يبقى شدة التيار المار في R6 هي شدة التيار الكلي. طيب إيه الفرق بين R5 وR3؟ المفروض إن أنا هنا هجيب فرق الجهد الكلي اللي بين C و F. طب المقاومات اللي بين C و F مين فاكر قيمتها كام؟ قيمتها 20. طب والتيار إن شاء الله يطلع كام؟ يطلع 2. يبقى أنا لو هجيب فرق الجهد اللي بين C و F هضرب 2 في 20، يبقى فرق الجهد الكلي بين C و F بقى 40. لما أجي أجيب هنا التيار اللي بيمر في R5، أولا الـ40 فولت دول هما فرق الجهد للمقاومة R5، يبقى هقسم 40 على 25. طبعا انا بشرح المسألة على الرسم وبعدين نشوف الحل. يبقى هنا بقسم فرق الجهد الكلي على R5، لكن لما اجي اجيب التيار في R3 المفروض هقسم فرق الجهد الكلي على الـ3 مقاومات، ما يجيش واحد يقول لي ايه فرق الجهد الكلي الـ40 على 20، اقول له ازاي 40 على 20 بـ2 امبير ده التيار كله 2. يبقى هنا بجيب فرق الجهد بين C و F، الفرق بين R5 و R3 ان R5 هتاخد فرق الجهد كله، اما R3 فرق الجهد عندها مش 40، لان احنا عارفين في التوالي فرق الجهد بيتجزأ، يعني الـ40 فولت هما فرق الجهد اللي عند الـ40 زائد الـ20 زائد الـ40. يبقى انا لما اجيب التيار المفروض ان التيار من C الى D الى E الى F ده تيار واحد، يبقى هقسم الـ40 فولت اللي هم فرق الجهد بين C و F على الـ100 أوم اللي هم مقاومة الفرع C D E F. تعالي نشوف الحل.
ده الحل اهو زي ما قلنا ان احنا جبنا المقاومات زي ما قلنا هتطلع 100 وبعدين جبنا التيار الكلي. ده اول جزء. بعد كده هنا هجيب المقاومات. طبعا علشان اجيب المقاومة اللي بين اللي هي مقاومة R5 وR3، طبعا قبل كده انتوا شايفين ان R6 شدة التيار المار في R6 وشدة التيار الكلي يعني 2 أمبير. طيب تعالوا نشوف كده R5 وR3. احنا قلنا هنجيب فرق الجهد اللي بين C و F يطلع 40 فولت، اهو اللي هو 2 في 20، 2 اللي هو التيار الكلي وال20 اللي هي فرق الجهد بين النقطتين C و F. هنا التيار اللي هو في R5 طبعا يبقى 40 على 25، يطلع 1.6. أنا ممكن أطرح يعني لو أنا يعني خايف أغلط ممكن أطرح 1.6 من ال2 أمبير يديني التيار اللي مر في المقاومة اللي هي R3، أو ممكن أقول زي ما إحنا عارفين هقسم ال40 على 100. هنا صورة توضيحية حبيت أحطها لكم، يعني أنتوا من أول السنة نشوف المقاومات عبارة عن سلك كده ملفوف، فأنا قلت إيه أشوف له أجيب لكم مثلا صورة عشان تشوفوا دي المقاومات الحقيقية اللي بتبقى في الأجهزة. يعني لو فتحت أي جهاز على شكل المقاومة كده، طبعا بيختلف حجمها حسب الجهاز. هنا دي المقاومات اللي موجودة في الأجهزة. طبعا عارفين احنا لو انا عايز قيمة مقاومة بجيبها بالأوميتر، ماشي، لكن ممكن هنا في طريقة ان انا بقدر اعرف المقاومة بتاعت اي قيمة المقاومة لأي شكل من دول من الالوان، بيبقى في جدول زي كده. طبعا ده مش موضوعنا، انا حبيت بس اوريكم ايه اشكال المقاومات، لان احنا من اول فصل ايه المقاومة الكهربائية. المقاومة الكهربائية ده شكل من اشكال المقاومات اللي هي بتبقى موجودة في الأجهزة. هندخل على مسألة تاني. طبعا المسألة دي مشهورة قوي، كانت جات في النماذج، وأحيانا يعني في طلبة كده يقول لك إيه أنا مش مقتنع بالحل ده. فأنا هنا أشرح لكم المسألة على الشكل الأصلي، وبعد كده ال3 حالات دول اللي قدامنا أنا أعمل لكم لكل حالة رسمة. لو أنا بصيت على المسألة، وطبعا كلنا أكيد شفناها، ففيها مفتاحين وبطارية ومقاومتين وفي أميتر وفولتاميتر. هو عايز إيه؟ عايز قراية الفولتاميتر وقراية الأميتر، وبيفتح مرة المفتاحين، يقفل المفتاحين، يفتح واحد ويقفل التاني. يلا هنشوف المسألة هنعمل فيها إيه. بيقول لي هات في الشكل المقابل ما هي قراءة الأميتر والفولتاميتر في الحالات الآتية عند فتح المفتاحين S1 وS2. طبعا لو أنا شلت S1 وS2 هيتبقى معايا البطارية والأميتر والفولتاميتر والمقاومة 3. طبعا لما أجي أبص أنا أقول ده مسار مغلق، وطبعا إحنا عارفين من شروط مرور التيار الكهربي أن يكون المسار مغلق وموجود في المسار قوة دفع كهربية أو مصدر كهرباء. لكن خلي بالكوا هنا في حاجة مهمة أوي لازم تبقوا عارفينها. المسار مغلق، بس داخل المسار في مقاومة كبيرة جدا لا نهائية، هي مقاومة الفولتميتر. علشان كده الحقيقة إن التيار مش هيعرف يمر. هتقولي يعني إيه؟ يعني قراية الأميتر هتساوي صفر. هتقول طيب هو التيار مش هيمر خالص، يعني هو هيمر تيار ضعيف جدا، احنا بنقول عليه ان هو مهمل، يعني تيار ضعيف يمكن اهماله. فانا اقدر اقول ان قراية الاميتر تساوي صفر. هتقول طيب طالما كده قراية الاميتر تساوي صفر، ايه بقى قراية الفولتاميتر؟ قراية الفولتاميتر هتساوي القوة الدافعة. كده الفولتاميتر هيقرا القوة الدافعة للبطارية، يعني قراية الفولتميتر هتساوي 2 أوم. طيب ال3 أوم دي المقاومة خلاص كأنها مش موجودة، لأن طبعا ما دخلش فيها تيار، يبقى فرق الجهد عندها بصفر. ده أول حالة. يبقى هنا في أول حالة قراية الأميتر بصفر،
قراية الفولتميتر تساوي 2 فولت، وطبعا هتشوفوا رسم للحالة دي بعد شوية. طيب الحالة التانية، لو أنا جيت قفلت المفتاحين كده هفكركم بحاجة، في فكرة طبعا إن أنا إزاي ألغي المقاومة أو ما هي الشروط اللي لو توافرت ألغي المقاومة. طبعا هنا لو قفلت المفتاحين اس 1 واس 2 هلاقي أنا عندي فرعين، فرع فيه مقاومة 5 أوم وفرع مقاومته تساوي صفر، فهنا التيار هيمر في الفرع مهمل المقاومة اللي هو هيمر عند اس 2، والمقاومة اللي هي عند اس 1 اللي هي 5 أوم كأنها مش موجودة. يبقى أصبح دلوقتي لو أنا هجيب التيار اللي شغال عندي المقاومة اللي هي 3 أوم، فهجيب التيار في باتري على R تساوي A 2 على 3، يبقى شدة التيار 2 على 3. هتقول لي طب الفولتميتر، هنا الفولتميتر قرايته تساوي 0. ليه؟ لأن الفولتميتر متوصل بين طرفي مقاومة. مقاومة إيه؟ المقاومة بتساوي 0. هتقول لي طيب مر تيار، طيب ما هو فرق الجهد يساوي اي ار، في تيار بس مفيش مقاومة، يبقى الفولتميتر مش هيقرا حاجة، هيقرا صفر. يبقى في الحالة دي يا ريت الفولتميتر يساوي صفر ويا ريت الأميتر يساوي 2 على 3. طيب لو أنا جيت قفلت المفتاح اس اي 1 وفتحت اس 2 هتبقى مسألة عادية خالص مفيهاش حاجة. طيب عندي مقاومتين شغالين معايا اللي هما 3 و5، يبقى هجيب التيار، يبقى التيار 2 على 8 4 أمبير، هضرب شدة التيار في المقاومة 5، تطلع قراية الأميتر 1.25، يعني هتبقى في قيمة لشدة التيار وفي قيمة لفرق إيه؟ الجهد، لكن في الحالة الأولى كانت في قيمة لفرق الجهد بس شدة التيار بصفر، في الحالة الثانية في قيمة لشدة التيار بس فرق الجهد بإيه؟ بصفر. تعالوا نشوف يعني الرسومات التوضيحية اللي أنا عاملها لكم. دي الحالة الأولى، طبعا لما هفتح المفتاحين ها ممكن أعمل الرسمة بالشكل ده، خلاص، وده القيم اللي احنا قلنا عليها اي بصفر وبي بي. دي الحالة الثانية، طبعا واضحة كده اهو ان الفولتميتر متوصل بين طرفي مقاومة مهملة، فقرايته هتبقى بصفر والاميتر هيبقى له قراية 2 على 3 زي ما قلنا. تعالوا نشوف الحالة التالتة، هنا دي حالة عادية خالص اهي، وزي ما قلنا هتبقى ايه شدة التيار ربع امبير، هضرب ربع في 5 هجيب فرق الجهد 1.25. يا ريت تراجع المثال ده تاني لان المثال ده مشهور قوي وكل الناس يعني عارفاه. تعالوا نشوف بقى، ندخل على حالة تانية أو فكرة تانية. إيه الفكرة دي؟ إزاي أجيب قراية الفولتميتر؟ طبعا بيبقى هنا دي مثال تعتبر تطبيق على قانون أوم للدالة المغلقة، وهنا لازم أخد بالي أنا ما يهمنيش رقم الفولتميتر، يعني يقول لي إيه في 1 في 2، لا أنا يهمني مكانه فين، وده حتة مهمة خلي بالكم منها. هتقولي طيب ليه؟ لازم قبل ما احل المسألة لازم اتأكد واعرف كل فولتميتر مكانه فين. اقول لك لازم تبقى عارف ان الفولتميتر اللي عند البطارية لما هتجيب قيمته او قراية الفولتميتر عند البطارية لازم انت هتستخدم قانون اوم للدالة المغلقة، لكن لو انت هتجيب قراية الفولتميتر اللي عند المقاومة اللي بره دي بتستخدم قانون اوم بس، انت لازم تبقى عارف هو فين الفولتميتر، او عند مين فيهم اطبق قانون اوم للدالة المغلقة، او عند مين فيهم اطبق قانون اوم، لان معلش في ناس كتير بتلخبط في الحتة دي، يعني ما ياخدش باله ويعوض غلط. الحاجة التانية لازم اخد بالي
قراية الفولتاميتر اللي عند المقاومة اللي تحت ده اللي أنا بستخدم فيه في حساب قيمته قانون أوم العادي مش قانون أوم للدالة المغلقة، لازم أخد بالي إن قرايته تتناسب تناسبا طرديا مع شدة التيار. يعني لما يقول لي إيه اللي هيحصل لفي اتنين لو التيار قل أقول له قرايته هتقل، والعكس صحيح لو زاد التيار قرايته هتزيد. لكن فوق قراءة الفولتاميتر المتصل بالبطارية يتناسب عكسيا مع شدة التيار. لو مقاومة الدايرة اتغيرت وشدة التيار قلت، يبقى قراءة الفولتاميتر اللي عند البطارية اللي هو يمثل ممكن أقول عليه فرق الجهد بين قطبي البطارية أو فرق الجهد الخارجي. المهم إن أنا لازم أبقى فاهم إن قراءة الفولتاميتر اللي عند البطارية يتناسب عكسيا مع شدة التيار. طبعا المسائل دي جت في امتحانات قبل كده واتكررت كتير. تعال نشوف المسألة بتقول ايه. بيقول لك في الدائرة المقابلة إذا أغلق المفتاح K وأخذ من المقاومة S ما قيمته 5 أوم. طيب لو أنا قفلت المفتاح وخدت من المقاومة S اللي هي المقاومة المتغيرة أو الريوستات 5 أوم، هتبقى المقاومة الكلية الخارجية اللي هي R total تساوي ايه؟ تساوي 9. يبقى أنا كده أقدر أجيب التيار، هقول I تساوي V battery على R total زائد R small، وأحسبها هيطلع التيار 1 أمبير. طيب تعالى كده زي ما انتم عارفين انا هشرح المسألة وبعدين نشوف الحل. لو انا عايز قراية الفولتاميتر V1، V1 او ال V1 يساوي VB ناقص IR small. طب عايز V2، V2 يساوي IR، ماشي. هنا بيقول لي ماذا يحدث لقراءة كل من V1 و V2 امتى؟ اذا زاد المأخوذ من المقاومة. المقاومة هتزيد يبقى التيار هيقل، يبقى V1 قرايته ايه؟ V1 قرايته هتزيد. طب V2 قرايته هتقل. احيانا الحتة دي جت في امتحان قبل كده، بيقول لي استنتج ماذا يحدث. استنتج يعني كأنه بيقول لي قول ايه اللي هيحصل مع التفسير. اقول له V1 تساوي VB ناقص IR small. لما المقاومة تزيد التيار هيقل، شدة التيار لما تقل معناها الشغل الداخلي قل. فين ده الشغل الداخلي؟ IR small. وانا عارف ان القوة الدفع الكهربية تساوي مجموع الشغل الداخلي والخارجي. طب IR small قل، الشغل الداخلي قل، يبقى الشغل الخارجي هيزيد. لكن لما اجي ابص على V2، V2 تساوي IR، R قيمتها ثابتة. لو التيار قل يبقى فرق الجهد هيقل، لازم اكتب القوانين. بيقول لي طيب اوجد قراءة هي 1 و2 عند فتح المفتاح K. لو K ده اتفتح، خلاص K اتفتح، يبقى I بصفر، يبقى V2 بصفر. لكن خلي بالكم V1 هتبقى قيمة V1 اكبر ما يمكن وتساوي V باتري، يعني V1 هتبقى 10 فولت. وهنا افكركم بسؤال يقول لي ايه، متى تكون قراءة او قيمة فرق الجهد؟ اما يقول لي قراءة الفولتاميتر المتصل بطرفي البطارية، او يقول لي فرق الجهد بين قطبي البطارية. امتى قراءة الفولتاميتر المتصل بالبطارية تبقى قيمة عظمى؟ اقول له في حالة عدم مرور تيار كهرباء. تعالوا كده نشوف الحل. زي ما قلنا R total هتبقى 9، I تساوي V battery على R total زائد R small، يبقى 10 على 10 تساوي 1. V1 زي ما قلنا نشتغل بقانون أوم للدالة المغلقة تطلع 9، V2 هتطلع 4. الحالة التانية زي ما قلنا قراية الفولتاميتر V1 هتزيد وقراية الفولتاميتر V2 هتقل، وقلنا ده هيزيد ليه وده هيقل ليه. آخر حاجة قلنا لما أفتح المفتاح طبعا مش هيمر التيار، يبقى I بصفر، V2 بصفر، V1 تساوي V باتري تساوي 10. دي مسألة كمان فيها قراية الفولتاميتر V1 و V2، بس هزود عليها طبعا الفكرة التيار. هنا خلي بالكم المسألة دي اتكررت كتير ولازم اخد بالي
لما أجيب قراية الأميتر يا جماعة لازم أركز، هو الأميتر اللي عايز قرايته ده هيقرا دايما التيار الكلي في الدايرة ولا مش دايما؟ هتقول لي يعني إيه؟ هقول لك لما تبص دلوقتي الدايرة مفتوحة الأميتر هنا هيقرا التيار كله، إن التيار كله هيعدي على الأميتر. طب لو أنا قفلت المفتاح، لا في الحالة دي الأميتر مش هيقرا كل التيار، هيقرا جزء من التيار. لان خلي بالكم لو انا شلت الاميتر من عند المقاومة 6 او حطيته قبل المقاومة 4 الوضع هيتغير. الاميتر لو جه قبل المقاومة 4 يبقى ده معناه ان دايما هيقرأ التيار الكلي، يبقى لازم اخد بالي قراية الاميتر هل تساوي التيار الكلي ولا لا تساوي التيار الكلي. طيب يلا نشوف المسألة. بيقول لي في الدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل إذا كانت القوة الدفع للبطارية 12 فولت ومقاومتها الداخلية 2 أوم، سجل قراءة الأجهزة المدونة في الجدول التالي. هنا يعني لما أبص مثلا يجيب لي مسألة بجدول لازم أخد بالي طبعا الخانات الرئيسية أهي، الخانة دي لما يكون مفتوح والتاني مغلق. خلي بالكم علشان أحيانا ألخم، يعني الواحد يقعد إيه يحط مثلا حاجات المفتوح عند المغلق والعكس صحيح. خلي بالكم على جو الامتحان غير جو ان انا قاعد في البيت، فلازم اركز قبل ما اعوض لازم اخد بالي انا بعوض فين. طبعا زي ما قلنا لازم اعرف اماكن الفولتميتر، مين اللي عند البطارية ومين اللي بره البطارية، لازم اخد بالي الاميت في الحالة دي هيقرأ التيار كله ولا لا. فعلشان ما اطولش عليكم تعالى نشوف كده، لو المفتاح مفتوح، لو المفتاح مفتوح المقاومة الكلية أو المقاومة المكافئة الخارجية تبقى قيمتها كام؟ تبقى 10، لأن في الحالة دي التيار هيمر في 6 و4. طيب أنا ممكن دلوقتي أجيب شدة التيار I تساوي V باتري على R توتال زاد R سمول، V باتري ب12 مكتوبة فوق، يبقى 12 على 10 زائد 2 يعني 12 على 12، يبقى كده التيار بواحد. وطبعا الاميتر تبقى قرايته هي نفس شدة التيار الكلي، هحط واحد جنب الاميتر. هتقول لي طيب في واحد عادي خلاص، ما احنا عرفنا ان في واحد بيساوي في بي ناقص اي ار سمول. طيب في اتنين اي ار كابيتال، هجيب قرايتهم واسجلهم في الخانة اللي تحت ك مفتوح. هتقول لي طيب قفلنا المفتاح، هنا اول حاجة 12 و6 هتبقى قيمتها 4، وزي ما انتوا عارفين في مقاومات مشهورة او بتتكرر كتير 3 و6 6 و12، فكلنا عارفين من الحال 3 و6 لما يبقوا توازي يبقى المقاومة المكافئة ليهم 2. طب 6 و12 تبقى المقاومة المكافئة ليهم 4. المقاومات دي بتتكرر كتير قوي، فاصبح هنا ال12 وال6 مقاومتهم 4، طبعا توالي مع الـ4 اللي تحت بقى التوتال ب8. طبعا هنا لما هجيب التيار الكلي هقسم التيار الكلي على الستة والاتناشر واشوف الستة هيمر فيها كام امبير، وتبقى هي دي قراية الاميتر لما المفتاح يبقى مغلق. انا اعمل لكم ايه الجدول التاني اهو، تعالوا نشوف الحل. لما يبقى المفتاح مفتوح زي ما قلنا هيبقى فيه 6 أوم فوق و4 أوم تحت متوصل بالتوالي، يبقى هنا المقاومة المكافئة ب10. أجيب التيار، التيار يطلع 1 أمبير. أجيب V1 زي ما قلنا هتطلع 10، أجيب V2 هتطلع 4. لما أقفل المفتاح قلنا هيبقى ال12 وال6 هيبقوا ب4، هيتضاف على الـ4 اللي تحت هيبقى هنا R توتال ب8، أجيب التيار يطلع 1.2. طبعا لو بصينا في الجدول أنا حاطط جنب الأميتر لما كان المفتاح مغلق حاطط 8. ليه؟ لأن هنا قراية الأميتر فاكرين القانون اللي احنا قلنا عليه، التيار المار في الفرع يساوي فرق الجهد الكلي عند الفرع على المقاومة بتاعة الفرع. فلما أجيب فرق الجهد عند التيار هنا عند المقاومة 6 المقاومة الكلية ب4، هضرب 4 في 1.2 تبقى 4.8، هقسمها على الستة يبقى التيار اللي هيمر في الستة 8 من 10 اللي هو قراية الأميتر.
بعد كده بجيب في واحد عادي وفي اتنين عادي. تعالى نشوف المسألة اللي بعد كده. طبعا دي جات في امتحان 2000، قصدي هنا في 2002، 2008 معلش. وكانت المسألة دي طبعا علشان أحلها لازم أبقى فاهم إن السلك لما يبقى مهمل المقاومة يبقى خلاص التيار هيمشي في السلك المهمل المقاومة ومش هيمشي في المقاومات الموجودة معاه على التوازي. نفس الحكاية المسألة دي عامل لكم ليها 3 رسومات زي الرسومات اللي خدناها في المسألة اللي كان فيها اس 1 واس 2. فيلا نركز مع بعض كده ونشوف المسألة بتقول ايه. بيقول لي في الشكل الذي امامك اوجد قراءة الفولتميتر في الحالات الاتية: عند فتح المفتاح كي 1 وغلق المفتاح كي 2. خلي بالكوا هنا لما يبقى فيه كذا مفتاح في الدايرة لازم اخد بالي هو مين فيهم لو كان مفتوح التيار مش هيعرف يمر. طبعا هنا كي 2 لو مفتوح التيار مش هيعرف يمر، لكن كي 1 ده موجود في فرع، يعني في جزء فرعي او في مسار او فرع يعني جانبي، فالتيار مش هيقدر يمر. طيب لو انا جيت قفلت كي 2 وفتحت كي 1 اصبح عندي المقاومتين 30 و30 هيبقوا توازي، طبعا واحدة منهم على عددهم، هيبقى المقاومة المكافأة ليهم 15، ال15 مع ال30 توالي، يبقى كده هجيب المقاومة الكلية ب45، 90 على 45 يبقى اجيب التيار ب2. طب هو عايز ايه؟ عايز يريت البروتون. خلاص 2 في 30 ب60، ده الايه المطلوب الاول. طب المطلوب الثاني هقفل المفتاحين. هقفل المفتاحين يبقى المقاومتين 30 و30 كانهم مش موجودين، وهيمر التيار في مقاومه واحده اللي هي 30، وبعدين هيعدي في الفرع اللي هو مهمل المقاومه اللي عند كي 1، هيبقى كده التيار 90 على 30 ب3، اضرب ال3 في 30 يبقى فرق الكوات كده ب90. المطلوب الثالث لو انا فتحت كي 2 وقفلت كي 1 خلاص التيار هيبقى بصفر مش هيعرف يمر التيار، يبقى كده قرايه الفولتميتر هتبقى بصفر. تعالوا نشوف الحل. ده هنا الرسمه لما احنا عملنا شكل جديد اهو، او الشكل اللي هي يعني على اساس ايه، يعني شكل مختصر للرسم اللي كان قبل كده. طبعا ده الرسم للحالة الاولى زي ما قلنا اهو. بعد كده الرسم للحالة للحالة التانية. بعد كده بتاع طبعا هنا الرسم اللي هو شفناه قبل كده، طبعا ما فيش رسم للحالة التالتة، هو رسم للحالة التانية. وبعد الحالة التالتة دي حالة بسيطة خالص، تيار بصفر وفرق الجهد بصفر. تعالوا ندخل على المسألة اللي هي رقم 12. طبعا دي الحالة اللي فيها يعني بهمل المقاومة. احنا قلنا خدنا حلقة قبل كده لما يكون سلك متوصل مع يعني سلك مهمل المقاومة متوصل مع مقاومة تاني على التوازي. الحالة دي بشوف فيها ايه؟ ان في مقاومة محاطة ب4 مقاومات، والمقاومات دي متساوية في القيمة، فيبقى هنا المقاومة اللي متوصلة معاهم كأنها مش موجودة. طيب ليه؟ وإيه شروطها؟ هي أي مقاومة خلاص بين 4 مقاومات ألغيها؟ لا طبعا لازم، علشان ألغيها يا جماعة لازم أول حاجة إن الأطراف بتاعة المقاومة ما تكونش عند المداخل الرئيسية، المدخل والمخرج الرئيسي للتيار. هتقول يعني إيه؟ يعني تخيل لو المقاومة اللي بين اكس وواي دي انا شلتها وحطيتها افق، الغيها؟ لا ما ينفعش الغيها. ليه؟ لو اتحطت افقي هيبقى عندي 3 مسارات للتيار، يبقى التيار هيتوزع على ال3 مسارات، ما اقدرش الغيه. طالما المقاومة عدى فيها تيار ما ينفعش الغيه. هتقولي طب وهنا لما تبقى بالشكل ده؟ لا كده هتبقى فرق الجهد اللي بين اكس وواي هيبقى صفر، وفي الحالة دي هتتلغي. وهنا علشان الغيها لازم اخد بالي ان اطراف المقاومة طرف منها بيبقى بين
المقاومتين اللي فوق وطرف منها يبقى بين المقاومتين اللي تحت. في الحالة دي الأربع مقاومات، أربع مقاومات دول هتبقى قيمتهم كأنه إيه، قيمة مقاومة واحدة. وطبعا اللي واخد باله من الحاجات اللي هو حلها قبل كده، كان في سؤال بيقول لديك سبع مقاومات متماثلة، كيف يمكن توصيلهم حتى تكون القيمة المكافئة ليهم أو المقاومة المكافئة ليهم تساوي مقاومة إحداهما؟ يعني السبعة دول أحطهم كده في شكل فتبقى مقاومة السبعة كأنهم واحدة. يعني لو السبعة دول كل مقاومة قيمتها 10، يبقى لو وصلتهم مع بعض يطلع المقاومة المكافئة إيه؟ 10. طب أعملهم إزاي؟ ما أنا أعملهم بالرسم ده، أحط أربعة زي الأربعة دول، وبعدين التلاتة أحطهم ما بين إكس وواي. طبعا التلاتة دول كأنهم مش موجودين، أصبح السبعة دول هتبقى منهم أربعة. طبعا الأربعة لما أجي أجيب قيمتهم يبقى قيمتهم المكافأة كأنها قيمة واحدة منهم. واخدين بالكم؟ طبعا هنا ده معناه إيه؟ معناه إن دائرة الأمتار دي هتبقى بصفر، وخلاص ما مرش تيار. طبعا لما أشوف المسألة كل مقاومة من دول قيمتها 6 أوم، أصبح كده المقاومة المكافأة الأربعة دول هتبقى 6، هتتضاف على الستة دي توالي، يبقى كده الفرع اللي فوق مقاومته 12، الـ12 مع المقاومة اللي تحت اللي هي 6، يبقى حاصل ضربهم على مجموعهم هتطلع كل المقاومات اللي هنا طبعا هتبقى قيمتها 4 أوم. هو مديني القوة الدافعة للبطارية 12، يبقى خلاص كده هقسم 12 على 4 يطلع التيار 3. تعالوا نشوف كده مع بعض الحل. ده يا جماعة الحل أهو، زي ما قلنا الأربع مقاومات بقى مقاومة واحدة، هتضاف على المقاومة دي يبقى هنا 12 مع 6 4، أقدر أجيب إيه التيار. يبقى قراية الأميتر اللي هي قراية الأميتر A1 بتساوي 0، قراية الأميتر A2 تساوي 3. دي مسألة كانت جات برضو في امتحان. طبعا هنا لو احنا فاكرين قبل كده لما اختزلنا المقاومات قلنا ناخد المقاومات ونختزلهم من الطرف البعيد عن البطارية، طب انا البطارية في النص بختزل من الناحيتين. لما امشي مع التيار من القطب الموجب هيجي عند نقطة A، طبعا هيتوزع، هيبقى عندي كده التلاتة والستة، التلاتة والسبعة توالي، بعشرة مع العشرة توازي، يبقى أصبح المقاومة المكافأة اللي بين A و B هتبقى قيمتها 5. لما أجي عند B التلاتة ما هيتوزع تاني، فيبقى عندي فرع قيمة المقاومة فيه 15 والتاني 15، الاتنين مع بعض توازي، يبقى المقاومة المكافأة ليهم 7.5. أصبح المقاومات دي كلها عبارة عن 5 من هنا ما بين A و B، و7.5 بين B و C، يبقى كده المقاومة المكافأة 12.5. خلي بالكم بقى من حتة مهمة، لما يجي في الامتحان مرة يقول لي إيه؟ يقول لي هات المقاومة المكافأة الخارجية، يبقى R total. هات المقاومة المكافأة الكلية للدائرة، لا هنا يبقى عايز R total زائد R small. يبقى خلي بالكم في حتة مهمة قوي، لما أجي أجاوب لازم أخد بالي هو عايز المقاومة المكافأة الخارجية ولا المقاومة المكافأة للدائرة. فهنا لو جبت المقاومة الكلية الخارجية للدائرة هتبقى قيمتها 12.5. طب المقاومة الكلية للدائرة هتبقى هضيف عليها طبعا هنا R small مش مهملة في المسألة دي بواحد، يبقى هتبقى 12.5 زائد 1 هيبقى 13.5. هجيب التيار الكلي. طبعا هو عايز فرق الجهد بين سي وبي، خلاص عرفنا لما اجيب فرق الجهد بين سي وبي بجيب المقاومة الكلية اضربها في التيار الكلي. وخلي بالكم في المسألة دي هنا التيار هيطلع مثلا باتنين، لان هيبقى 27 على 13.5 هيطلع التيار باتنين. لما اجي هنا اجيب من بي بين بي وسي، هنا زي ما قلنا هاخد التيار كله اضربه في المقاومة الكلية. احيانا في طلبة يقول لك ايه، طيب انا عايز اجيب فرق الجهد بين بي وسي بس هاخد المقاومة 15. اقول له ماشي عادي، ما انت عندك التيار باتنين هيتقسم، المقاومة 15 دي هيمر فيها كام؟ 1 أمبير. طبعا احيانا حد يغلط يضرب التيار كله في التيار كله في المقاومة 15، علشان كده يعني بقول ايه، اسهل حاجة يا جماعة لما يقول لي هات فرق الجهد بين نقطتين اضرب التيار الكلي في المقاومة الكلية.
طب انا عايز اخد مقاومة فرع من الاثنين، اخد بالي هضرب المقاومة بتاعت الفرع في التيار اللي عداه في الفرع. تعال نشوف المسألة الحل بتاعها. لا طبعا زي ما تعودنا الرسم المبسط يعني المقاومات بعد ما احنا عملنا لها اختزال، زي ما قلنا المقاومة الكلية تبقى 12.5، الكلية الخارجية والكلية الدائرة 13.5، الدائرة 2 طبعا لما اضرب 2 في 7.5 هتبقى 15، وزي ما قلنا ممكن اقول 1 في 15. دي مسألة خلي بالكم فكرة جديدة، طبعا جت قبل كده في الامتحان، والفكرة دي اصلا موجودة في النماذج القديمة. ايه الفكرة دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا لو عندي مكحولين في المسألة يبقى المفروض اعمل زي ما احنا متعودين نعمل في الرياضة، لما يبقى عندي مكحولين بعمل معادلتين واحله. فهي الفكرة دي مبنية على كده، ان عندي مكحولين بعمل معادلتين. ايه المجهولين اللي هم موجودين من الرموز اللي موجودة في قانون أم للدالة المغلقة؟ يعني لما انا اقرا المسألة هلاقي ان هو عايز ار سمول وفي باتري، طب ما كده مش هقدر احل، انا كده بقانون واحد لازم اعمل معادلتين واحله. تعال نشوف المسألة. بيقول لي ايه؟ في الدالة الكهربية الموضحة بالشكل تكون قراءة الاميتر 2 امبير، كده الدايرة مفتوحة، يبقى لو الدايرة مفتوحة هيمر هنا 2 أمبير بس، لو يعني المفتاح أقصد مفتوح، لأن خلي بالكم مش كل مفتاح مفتوح يخلي التيار بصفر، فهنا التيار هيبقى قيمته باتنين، لو قفلنا المفتاح هيبقى التيار قيمته 2.8، ودي بتيجي بطريقة تاني، يقول لي سلكين وصلناهم مرة على التوازي ومرة على التوالي. وبعدين اديني قيم زي المسألة اللي جت قبل كده، يعني جت في السودان وكانت جت زمان قبل كده. ففكرتها ايه؟ هي مسألة كلامية، يعني احيانا الفكرة دي تيجي كلام واحيانا يجيب لي ايه الكلام بتاع المسألة مع رسمة زي اللي احنا شايفين. طيب انا هعمل ايه؟ انا هعمل معادلتين زي ما قلت، معادلة في حالة المفتاح لما يبقى مفتوح ومعادلة لما يبقى المفتاح مغلق. طب تعالى نشوف لما يبقى المفتاح مفتوح هي كده ار توتال بكام؟ ب12، وطبعا ار سمول مش موجوده، فاقول هشتغل بالقانون بقى ايه، في باتري تساوي اي في ار توتال زائد ار سمول. طبعا انا عندي رمزين مجهولين اللي هما في توتال وار سمول، وعندي اي وار توتال، هقدر ايه اكتب المعادله واستنى اعمل المعادله الثانيه. طيب المعادلة الثانية هعملها لما يبقى المفتاح مغلق، لما يبقى المفتاح مغلق طبعا 6 و3 توازي ب2 هيتضافوا على 6، كده بقت ار توتال ب8 والتيار ب2.8، هعمل المعادلة الثانية احلهم هجيب ار سمول ب2 والبطارية تطلع ب28. ادي الحل يا جماعة، زي ما ايه احنا شايفين جبنا المعادلة الاولى والمعادلة الثانية، من 1 و2 طبعا في باتري واحدة، فبساوي الطرفين اللي على اليمين، وبعدين هنقل المقدار الصغير للكبير زي ما احنا عارفين، هيطلع في الاخر ار سمول ب2 اعوض في المعادلة الاولى هيطلع في باتري ب8. هنا بقى فكرة جديدة بتتكرر كتير سواء في امتحان الثانوية العامة أو الثانوية الأزلية. إيه الفكرة دي؟ طبعا إحنا من المسائل من 1 لغاية 14، المسائل اللي خدناها في على الاختزال أو يعني المسائل اللي كان فيها مقاومات بنعمل لها اختزال كانت بتبقى مرسومة، وأنا بوزع التيار وبعدين أشوف مين مع مين توالي ومين مع مين توازي. المسألة دي هو جايب المقاومات وعايزني أنا أرسم له الرسم وأقول له مين مع مين توالي ومين مع مين توازي. طبعا من معلوماتنا اللي كلنا عارفينها، لو التيارات متساوية هتبقى المقاومات متوصلة توالي، ولو التيارات مختلفة يبقى المقاومات متوصلة توازي. وهنا خلي بالكم المسائل بتيجي ايه، ممكن يديني 3 مقاومات او يديني 4، ويبقى مرة يقول لي المقاومات قيمها ايه والتيارات ايه، مرة تاني يقول المقاومات قيمها يديني قيم المقاومات ويديني قيم فروق الجهد.
أنا طبعاً هوريكو في حل بسيط أو في شكل كده بنعمله بيخلينا أحلها بطريقة بسيطة خالص. تعال نشوف كده الحل. أنا بحلها يعني أو الطلبة بتوعي بخليهم إيه يحلوها بالشكل ده. إن أنا بعمل مثلاً لو أنا عندي 3 مقاومات بقسم إيه؟ بقسم الصفحة 3 خانات. لو في 4 مقاومات زي المسألة اللي احنا هنشوفها بعد دي اللي جت في 2014 أقسم الصفحة 4 أجزاء. خلي بالكم لو هو مديني المقاومات والتيار أنا أجيب فروق الجهد، لو اداني التيارات اللي مقاومات وفروق الجهد أنا أجيب التيار. هتقول لي ليه؟ هقول لك في المسألة دي هو مديك المقاومات وفروق الجهد، لو أنت بصيت فروق الجهد مش هتخدمك في حاجة. لو بصيت على فروق الجهد 2 و6 و4، طبعا خلي بالكم لازم اخد بالي انا وبنقل البيانات احنا بناخد الارقام من اليمين للشمال، واخدين بالكم علشان ما اقعدش الخبط احط فريق الجهد لمقاومه احطه عند مقاومه تانية. طبعا لما انا اقسمها مش لازم اعمل جدول، انا بعمل ايه يعني 4 خانات كده لو كانوا 4 مقاومات، 3 خانات لو كانوا 3 مقاومات، واحط بقى كل مقاومه المقاومه والتيار وفريق الجهد وهكذا. طبعا هنا هو مش مديني التيارات انا هحسبه، احنا عارفين كلنا من قانون اوم اي تساوي في على ار. خلاص هو مديني في 1 ب2 هجيب له التيار يبقى 2 على 8 يطلع التيار بربع، وهنا مديني فرق الجهد ب6 هجيب له التيار يطلع ب1، وفي الحالة الثالثة هجيب له التيار يطلع بربع كده. لما جبت التيارات خدمتني التيارات بحاجة ان انا عرفت ان في مقاومتين تيارهم 1، يبقى خلاص كده متوصلين توالي، يبقى انا طلعت ب2 توالي اروح راسمهم بقى واكتب عليهم قيمهم واقول اه يبقى 8 اوم و16 اوم توالي. طب تعالى كده بقى ايه ار 2 موقفها ايه؟ لو انا بصيت على التيار هي تيارها يعني مختلف، ما ينفعش احطها معاهم توالي. طب انا ما عندي حالتين، لو ما كانتش توالي هتبقى توازي. طيب ايه اللي يقول لي ان هي فعلا توازي؟ لو انا بصيت لفرق الجهد عند المقاومة 2 6 فولت، فرق الجهد عند المقاومة الاولى والتالتة لو جمعتهم يطلع 6 فولت، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان المقاومة التانية فرق الجهد عندها يساوي فرق جهد المقاومتين التانيين. طب ما انا عارف التوازي فروق الجهد بتبقى متساوية، يتجزأ التيار لكن لا يتجزأ فرق الجهد، خلاص يبقى احطها معاهم ايه؟ توازي. أصبح دلوقتي عندي المقاومات بالشكل اللي احنا شايفينه، أقدر أجيب المقاومات مكافئة طبعا 16 و8 24، يبقى 24 × 6 على 24 زائد 6. ركزوا بقى معايا في حاجة مهمة أوي، هو عايز في باتري، وعلشان أجيب في باتري لازم أجيب التيار الكلي. لو أنا جبت التيار الكلي من التقسيمة اللي أنا عاملها دي أغلط، لأن كده أنا هجمع التيارات ربع وواحد وربع، يبقى كده أقول التيار الكلي 1.5. طبعا المفروض لما أجيب التيار أجيبه مع الرسمة، الفرع اللي فوق اللي عنده 6 أوم دخل له 1 أمبير، والفرع اللي تحت دخل له ربع أمبير مش نص، ربع أمبير، يبقى كده التيار الكلي 1.25. لأن أحيانا ممكن حد يغلط يقول لك التيار الكلي يلا نجمع كل التيارات، طبعا مش مظبوط الكلام ده. لازم أرسم الرسمة وأجيب من على الرسمة التيار الكلي زي ما قلنا هنا يبقى 1.25، هضربهم طبعا اي في ار توتال زائد ار سمول هيطلع القوة الدفع قيمتها 7.5. دي المسألة زي ما قلت لكم اللي جت في 2014، وطبعا المسألة دي كان يعني لما جت كانت فيها مشكلة ان هي لها حلين، يعني ممكن انا احلها حل وزميلي اللي جنبي او مثلا هنا ايه ممكن يحلها بحل تاني. ازاي؟ تعالوا نقرا المسألة ونشوف الموضوع. بيقول لي دائرة كهربية تحتوي على 4 مقاومات، يبقى هنا خلاص احنا تعودنا 4 مقاومات اقسم الصفحة 4 أجزاء. فإذا مر في هذه الدائرة تيار شدته 3 من 10، 3 من 10، 4 من 10، و2 من 10 على الترتيب. طبعا هنا خلي بالكم هو مديني التيارات او شدة التيار للـ4 مقاومات، لكن قيم المقاومات مش مديني 2 منهم بس، والاتنين التانيين المطلوب ان انا اللي هجيبهم.
وبيقول لي المقاومة الداخلية للبطارية 1 أوم. طيب زي ما انا قلت لكم، كان المسألة يعني المفروض الحل فيهم كلنا حلنا او معظمنا يعني اكيد حلنا. لما حلناها قال لنا الاستاذ ان انا ممكن احلها بطريقتي. طيب هو ليه في احتمالين؟ لو انا بصيت الواحد والاثنين، التيار اللي عندهم تيار متساوي، لكن R3 وR4 التيار عندهم مختلف، فR3 وR4 ليهم احتمال واحد فقط لا غير، ان هو هوصلهم توازي مع بعض، ملهمش احتمال تاني. طبعا انا كطالب لو بصيت اقول طيب ما R1 وR2 تيارهم متساوي يبقى خلاص هوصلهم توالي، صح توصلهم توالي. بس اللي كان بيمشي بالسكة دي يعني مش اي حد يقدر يكمل المسألة، لان كان فيها ايه يعني حتة كده محتاجة ان انا ابقى مركز وفاهم فيزياء قوي علشان اقدر احلها. لكن في حل سهل، هو R1 وR2 ما اقدرش احطهم مع بعض توازي. هتقول ازاي ده تيارهم متساوي؟ اقول لك ما تيارهم متساوي هتبقى قيمهم متساوي. طب مين يقول لي ان الحل ده صح؟ اقول لك بص معايا، لو انت جمعت التيار عند المقاومة الاولى والتانية هتلاقيها 6 من 10. طب جمع التيار بتاع المقاومة التالتة والرابعة هيبقى 6 من 10. يبقى كده انا ممكن اوصل الاولى والتانية توازي، واوصل التالتة والرابعة توازي، وبعدين اوصل المجموعة الاولى مع المجموعة التانية توالي، لان كده المقاومتين R1 وR2 هيمر فيهم 6 من 10، والمقاومتين 3 و4 هيمر فيهم 6 من 10. وده الحل السهل. ودايما لما كنا بنحلها للطلبة كان يقول لك احنا فاهمين الحل ده، احنا مش عايزين الحل التاني لانه رخم شوية. وده اللي كان بيحصل لما كنا بنصحح في 2014، كان الطلبة بيحلوها بالحل التاني، تلاقي الطالب ما قدرش يوصل، فيجي في آخر الكشكول أو الكراسة بتاعت الإجابة بيحلها بالحل السهل ده. فهنا الحل السهل زي ما قلنا إن أنا أوصل الأولى والتانية توازي، وأوصل التالتة والرابعة توازي، هيطلع هنا الحل مظبوط وهتطلع زي الفل. طبعا هنا لو أنا وصلتهم توازي، طب هو مديني R1 بستة، يبقى خلاص R2 بستة. هتقول لي طيب R3 ب15، اقول لك بص كده التيار اللي دخل في R3 ب15 ده كام؟ 4 من 10. طيب R4 دخل لها كام؟ نص التيار، خلاص يبقى R4 ضعف R3. R3 ب15 يبقى R4 ب30. يلا نشوف كده الحل مرسوم ونشوف القيم اللي هو عايزها. خلي بالك هو هنا عايز 3 حاجات، عايز رسمه واقول له انا هوصل ازاي في ب. هنا خلي بالكم زي ما قلت لكم كان الطلبه بيغلطوا، يعني هو عايز المقاومه الكليه للدائره، كان كتير قوي من الطلبه كنا نشوف مش ضايف المقاومه الداخليه. طبعا زي ما قلنا المقاومه الكليه انا بعيد وازيد، لان احنا احيانا سهوا كده اخر السنه الواحد ما يبقاش مركز يجيب المقاومه الكليه وخلاص يبقى R-total يعني وبس. لا ده هو عايز المقاومة لكل الدائرة، يبقى لازم اجيب R-total واحط عليها المقاومة الداخلية. دي طبعا الرسمة زي ما احنا شايفينها، زي ما قلت وشرحت انا المسألة دي قبل كده، خلاص المقاومتين دول 6 و6 بقوا توازي، 15 و30 توازي، خلاص نقدر نجيب قيمتهم، والتيار الكل 6 من 10. فهجيب طبعا احنا بالرسمة دي يبقى حلينا كده ألف، هجيب هنا R-total زائد R-small يبقى حل ب تطلع 14، بعد كده أضرب 14 في 6 من 10 بيطلع القوة الدفع اللي هو عايزها 4.8 من 10. يا ريت المسألة دي تتحل تاني علشان طبعا فكرتها زي ما قلنا فيها لخبطة شوية، علشان إيه بتتحل بحلين. طبعا لو حليت الحل التاني هتطلع قيم لـ R-total زائد R-small مختلف عن الـ 14، وفي بتري هيطلع لها قيمة غير 8.4 من 10، لأن طبعا الرسم هيختلف، علشان كده النواتج هتبقى مختلفة. يعني يبقى لها المسألة دي لها حلين بقيم مختلفة، يعني النواتج في الحلين مش زي بعض. طبعا المسألة دي على القدرة المستنفذة وأحسب شدة التيار،
وهنا مسائل القدرة المستنفذة يا جماعة بتبقى إيه؟ يعني موجودة تقريبا في معظم الأربع فصول، يعني نلاقيها هنا ونلاقيها مثلا في الفصل الثالث ونلاقيها في الفصل الرابع. القدرة المستنفذة أو معدل الطاقة المستنفذة زي ما قلنا، ممكن يقول لي هات القدرة المستنفذة في مقاومة، ممكن يقول لي زي المسألة دي هات القدرة المستمدة من البطارية. طبعا هنا القدرة المستمدة من البطارية هي نفسها القدرة المستنفذة في الدائرة كلها، وأحيانا طبعا يقول لي هات القدرة المستنفذة في الدائرة، ولها طبعا طريقة تاني في مسائل كيرشوف واخدين بالكم. يعني مرة هنا مثلا القدرة المستنفذة في الدائرة تساوي القدرة المستمدة من المصدر، هناك لها حساب تاني في قوانين كيرشوف. أكيد طبعا انتوا حليتوا المسألة دي لأنها جت في امتحان تجريبي قبل كده. المقاومتين واحدة 6 والتانية 4، بيقول لي وصلتا معا على التوازي بين طرفي مصدر كهربي، قوته الدفع 6 فولت ومقاومته الداخلية 1/10. احسب شدة التيار المار في الدائرة، القدرة الكهربية المستمدة من المصدر، وهات معدل الطاقة المستنفذة في R1 وR2. طبعا هنا لما نجيب R total زي ما قلنا 6 × 4، 6 + 4 تطلع 2.4. بعد كده أجيب التيار الكلي هيبقى 2.4. هنا عايز القدرة المستمدة من البطارية. أسهل حاجة علشان أجيب القدرة المستمدة من البطارية أضرب شدة التيار في القوة الدفع، ودي أسهل حاجة. طبعا ليها طريقة تاني اللي هي ممكن أضرب I تربيع في المقاومة الكلية للدايرة، يعني أضرب R تربيع في R total زائد R small. بس أحيانا في ناس بتغلط يقولوا I تربيع في R total بس. فلما تيجي لي مسألة زي كده في حالة قانون أم للدائرة المغلقة العادي ده، يبقى القدرة المستمدة من البطارية I V B. طبعا في قوانين تاني على القدرة، أو في شغل تاني للقدرة في قوانين كيرشو. في مسألة كان جات في امتحان تجريبي أكيد أنتوا حليتوها، يقول هات القدرة المستنفذة في الدائرة. طبعا انت عارفين قوانين كيرشوف الدوائر بتبقى فيها أكتر من بطارية، لها حسابات تاني. هنا عايز القدرة المستنفذة للمقاومتين، طبعا هجيب في تربيع، في تربيع طبعا هضرب I في R يبقى 2.4، في قصدي بس في بس هضرب I في R يبقى 2.4 ب 2.4 وأربح. نفس الحكاية هنا في حالة الباور اللي هو 2 هتبقى I R وربح، يعني 2.4 2.4 وربحهم فوق بقسم على 6 عشان أجيب الباور رقم 1، وهنا بقسم على 4 عشان أجيب الباور رقم 2. تعال نشوف المسألة كنت بقول لكم عليها، طبعا دي مشهورة وأكيد كلنا حليناها. بيقول 3 مصابيح متماثلة وصلت مرة على التوالي ومرة على التوازي مع نفس المصدر، قارن بين القدرة المستمدة في المصابيح في الحالتين. طبعا المصابيح طالما توصلوا بنفس المصدر يبقى فرق الجهد زي ما قلنا ثابت. يبقى في الحالة الأولى هقول في تربيع على R total، طبعا هما متوصلين توالي و3 مصابيح يبقى 3R، على اعتبار إن أنا كل مصباح بقى مصباح تعتبر قيمة المقاومة عنده بـ R، يبقى هما التلاتة قيمتهم 3R. لكن في حالة التوازي هتبقى R على 3، فلما أجي أجيب القدرة في حالة التوالي هتبقى في تربيع على 3R، لكن هنا في حالة التوازي في تربيع على R على 3 فيطلع مقام، المقام يطلع بس فكبه 3 في تربيع على R. طبعا هنا بالشكل ده لما أجي أعمل النسبة هقدر أشيل في تربيع مع في تربيع وأشيل الـ R مع الـ R تطلع النسبة 1/9. المسألة رقم 19 طبعا دي مسألة كان جات في الأزهر، جات مرتين، دي آخر يعني شكل النوع ده من المسائل لما جه في امتحانات الأزهر. المسألة بتقول إيه؟ بتقول سلك AB يمر به تيار شدته 3 مللي أمبير، وصل معه على التوازي سلك آخر من نفس المادة وله نفس الطول، قطره 3 أمثال قطر الأول. احسب شدة التيار الكهربي الكلي اللازم امراره حتى يظل فرق الجهد بين A وB ثابت. طبعا لما تيجي مسألة زي كده زي ما قلنا ان انا بقعد افصص المسألة واطلع البيانات. هو بيقول لي من نفس المادة
هقول اه يعني رو اي ثابته، رو اي الاول زي رو اي للتاني، ولو نفس الطول خلاص ال واحد يساوي الاثنين. اه وقطره، قطره 3 امثال قطر الاول، اه يبقى نص قطره 3 امثال نص قطر الاول، يعني ار اتنين بيساوي 3 ارباع. طيب انا لما قلنا قوانين النسبه قلنا ار واحد على ار اتنين بيساوي ال واحد على الاثنين، رو اي واحد على رو اتنين، ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. طب ما هيتبقى ايه من القانون؟ هيتبقى ار واحد على ار اتنين يساوي ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع. طبعا لما اجي اعوض عن ار اتنين تربيع زي ما قلنا بقول 9 ار واحد تربيع، زي ما اتفقنا ان احنا بنربع الطرفين فتطلع القيمة 9 على 1. لاحظوا حاجة، ان هو عايز العلاقة بين انصاف الاقطار، قصدي هنا عايز التيار الكلي، لان هي المسألة القديمة اللي قبل دي كانت جت في الازهر كان عايز النسبة من انصاف الاقطار، لكن هنا في المسألة دي عايز التيار الكلي. خلي بالكوا علشان يجيب التيار الكلي هو في المسألة مش مديني المقاومات او المقاومتين بتوع السلكين، فالمفروض انا هنا بجيب نسبة، يعني انا جبت النسبة بين المقاومتين لان انا مش عارف قيمهم فعملت نسبة بينهم وجهزتها عشان هي اللي هتخدمني. طبعا خلي بالكم في حاجة مهمة، لان المسألة دي بتتحل بطريقتين. انا بقول ان او هو بيقول لي في المسألة ان فرق الجهد لازم يبقى ثابت، يعني في واحد لازم تبقى تساوي في اتنين. طب ما انا عارف في التوازي في واحد تساوي في اتنين تساوي في توتال، فهو عايز التيار الكلي او عايز شدة التيار الكلي عشان يبقى الكلام مظبوط. فالمفروض ان انا هجيب له ايه التيار الكلي، اما هجيبه له مرة واحدة او اما هجيب التيار في الحالة التانية واجمعهم، يعني لا اما اجيب اي توتال لا اما اجيب اي اتنين وبعدين اجمع له اي واحدة على اي اتنين. ففي ناس بتحلها يقولوا ايه في واحد بيساوي في توتال عادي، في واحد لما يفكها يقول اي واحد ار واحد، في توتال هتبقى ايه اي توتال ار توتال، وبعدين يفك ار توتال هتبقى ار واحد ار اتنين على ار واحد زائد ار اتنين. بس انا هنا عملت النسبة على اساس ان احنا ممكن نحلها بالشكل ده، انا جبت دلوقتي نسبة بين ار واحد على ار اتنين، يبقى هقول ايه في واحد بيساوي في اتنين، مش هقول في واحد بيساوي في الكلية. لما اجي افك هتبقى في واحد فكها اي واحد ار واحد، وبعدين في اتنين هتبقى اي اتنين ار اتنين. طبعا هعمل شكل كده او نسبة كده فيها يعني شبه الحاجات اللي احنا عملناها في رقم واحد، فتبقى ار واحد على ار اتنين لما اجي اعملها تبقى تساوي ايه اي اتنين على اي واحد. هنا انا اقدر اشيل ار واحد على ار اتنين واحط مكانها 9 على 1، وبعدين اعوض عن اي واحد ب3، اقدر اجيب اي اتنين اعمل مقص تطلع اي 2 ب27. طبعا خلي بالكم هنا احنا شغالين بالملي امبير، دايما لما يبقى عندي نسب يعني مش لازم احاول اسيبهم، بس اخد بالي في الاخر واحط وحده القياس صح. يعني انا هنا جبت التيار في الحاله الثانيه او التيار اللي مر في السلك الثاني 27، التيار اللي مر في السلك الاول 3، يبقى المفروض التيار الكلي هيبقى كام؟ 30 ملي امبير. هو طبعا انا ممكن اسيب له التيار بالملي امبير، لو عايز احوله للامبير هضرب زي ما احنا عارفين ب 10 سالب 3، يبقى انا ممكن اقول له 30 ملي امبير وممكن اقول له 3 100 امبير. دي مساله ممكن نشوف المساله اللي هي جت قبل كده ونحلها. هو يعني في المساله الثانيه كان عايز النسبه بين انصاف الاقطار. دي يا جماعة آخر مسألة، طبعا اللي حل فيكم مسائل على كرشوف طبعا في مسألتين موجودين في النماذج فيهم نقط متوصلة بالأرض، يعني كل مسألة أو كل رسمة كان فيها نقطة متوصلة بالأرض، فأنا قلت إيه يعني الفكرة دي موجودة طبعا في الكتاب خارجي، فقلت إيه نشوفها على أساس تبقى تمهيد لما ندخل في مسائل كرشوف، يعني إيه أو يعني بفكركم بموضوع توصيل النقطة بالأرض. طبعا أي نقطة في الدايرة متوصلة بالأرض زي ما أنتم عارفين بيبقى جهدها بيساوي صفر. وهنا لازم أخد بالي في الغالب لما بيقول لي هات جهد نقطة بتبقى النقطة التانية اللي معاها متوصلة بالأرض، زي هنا عايز جهد النقطة سي
وجهد النقطة بي. طب ما هو بينهم هيبقى هنا لازم تبقى في نقطة في الغالب يعني تبقى في نقطة متوصلة بالأرض على أساس تبقى سهلة في الحساب يعني. بس هنا في المسألة دي لما أجي أبص أنا على التيار، التيار هيبقى إيه؟ جاي من القطب الموجب رايح للقطب السالب، وطبعا أنتوا عارفين الاتجاه التقليدي بيعتمد على إن التيار بيمر من النقطة الأعلى جهد إلى النقطة الأقل جهد. طيب ليه بقول الكلام ده؟ لأن لما تقرأ المسألة معايا بيقول لي إيه؟ الدائرة الملتحة بالشكل متصلة بالأرض عند نقطة A، أي أن الجهد عند نقطة A تساوي صفر. تمام. طبعا المسائل اللي موجودة في دليل التقويم في كرشوف خلاص احنا لما نشوفها خلاص احنا عارفين ان ايه النقطة اللي متوصلة بالارض بتساوي ايه، بتساوي صفر، وكلنا طبعا حلينا المسائل دي. هنا عايز الجهد عند نقطة C والجهد عند نقطة B. لما اجي ابص على نقطة C، طبعا ال C هنا سابقة ال A، يعني التيار لما هيجي من القطب الموجب هيعدي على سي الأول هيروح لإيه. طيب لو أنا سألت نفسي سؤال، هو مين الأعلى جهد؟ طبعا الأعلى جهد نقطة سي، ماشي، لأن إحنا عارفين لما كنا زمان بناخد خط الأعداد النقطة أو الرقم اللي أكبر من الصفر يبقى بالموجب، ولا أقل من الصفر يبقى بإيه؟ بالسالب. فكده يبقى الجهد عند نقطة سي هيطلع بالموجب. هتقولي طيب والجهد عند نقطة بي؟ لا، هنا التيار هيجي من A يروح ل B، يبقى جهد A بصفر، يبقى جهد B هيبقى جهد سالب. وعلشان طبعا أجيب جهد النقطة C أو جهد النقطة B يبقى لازم الأول أجيب فرق الجهد. تعالوا نشوف كده الحل. هذه المسألة طبعا مرسومة تاني ومتوزع فيها التيار. لو أنا كده شفت المقاومة الخارجية هلاقيها إيه؟ 7، 4 و3 يبقوا 7، أقدر أجيب التيار الكلي يبقى 24 على 7 زائد 1، والتيار الكلي بقى 3. علشان أجيب جهد النقطة C يبقى لازم الأول أجيب فرق الجهد بين C و A. فرق الجهد بين C و A لو بصيت على C و A هلاقي بينهم مقاومة واحدة بس، فهضرب التيار 3 في المقاومة اللي هي 4، يبقى فرق الجهد بين C و A بيساوي 12. تعالوا بقى خلي بالكم، VCA بيساوي جهد النقطة C ناقص جهد النقطة A. طب الجهد فرق الجهد أقصد اللي بين C و A ب 12، يبقى يساوي BC ناقص صفر، يبقى كده جهد النقطة C هيطلع موجب 12، علشان زي ما قلنا الجهد ده موجب. لو أنا جيت بصيت على CAB، CAB هيساوي IRAB. طب ما بين A و B مقاومة كام؟ 3، يبقى 3 في 3 ب 9. لما أجيب VAB هتساوي VA ناقص VB، يبقى 9 تساوي 0 ناقص VB، يبقى VB هتساوي سالب 9. كده يعني بقدر الإمكان إحنا عدينا على معظم الأفكار. زي ما قلت لكم ال 20 مسألة دول احنا يعني عدينا على معظم الافكار اللي موجودة في الجزء ده من اول الفصل الاول لغاية قانون أوم للدائرة المغلقة. ان شاء الله كده هناخد في الفيديو الثاني، هيبقى كله نظري، الحاجات اللي انتوا عارفينها طبعا في الفصل ده سواء كانت اختر او ماذا يحدث. طبعا هنراجع الكلام ده خاصة المسائل بتاعت المصابيح، ماذا يحدث لإضاءة المصباح، ماذا يحدث لقراية الأميتر لما أفتح المفتاح، المصابيح نفس الحكاية، طبعا أشكالها كتير، هنشوف طبعا مسائل عليها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. الفيديو الثالث في الفصل ده هيبقى إن شاء الله على كرشه. يعني أتمنى لكم التوفيق، وإذا عجبكم يعني الفيديو ممكن نشوفه مرة تاني ونراجع الحاجات اللي شبه الكلام ده. طبعا كلنا عندنا كتب خارجية ممكن نحل مسائل على تاني عن الأفكار اللي احنا خدناها. وربنا يوفقكم وأشوفكم على خير في الفيديو التاني.